السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحصاد جديد من كورة بلدنا. مساءكم زي الفل. أهلا بكم ومرحبا. حصاد مهم جدا لكورة بلدنا ليوم السبت الموافق 24 من يوليو سنة 2021 الموافق لـ 14 من ذي الحجة لـ 1442 مساء العسل. الميعاد الثابت يا عم عادل بعد أذان المغرب على كورة بلدنا على اليوتيوب والفيسبوك. كورة بلدنا على اليوتيوب وكورة بلدنا على الفيسبوك، إلا إذا كان هناك ماتشات بنطلع بعد الماتشات. والنهاردة كان في بعض الحاجات المهمة في الأولمبيات، وفي ناس كتيرة بتتابع الأولمبيات، فكان لازم نطلع بعد ما يخلص ده، لأن النهاردة كان في حاجات كتيرة جدا عربية، والناس طبعا ما تنساش أنا من المهتمين بالأولمبيات، ففي ناس بتتابع تنس وبتتابع ألعاب فردية وبتتابع يد. والنهاردة منتخبنا المصري شرفنا وفاز على البرتغال 37-31 الحمد لله. فمعادنا الثابت بعد أذان المغرب إن شاء الله يوميا على قناة كورة بلدنا على اليوتيوب وصفحة كورة بلدنا على الفيسبوك. هذه مواعيدنا الثابتة الجديدة. يا أستاذ محمد علي بقوله بعد أذان المغرب على كورة بلدنا على اليوتيوب وصفحة كورة بلدنا على الفيس، إلا لو كان في ماتشات أو حاجات مهمة تستدعي التأخير. تستدعي التأخير، يعني أول ما نتأخر اعرف لا في حاجة معايا لا إما في حاجة مهمة الناس بتتبعها، عشان بس تخلي بالك. والنهاردة هو عشان تعرفوا الاهتمام بمواعيد حضراتكم، النهاردة مستضيفني محمد اهو في الأوضة بتاعته، عندنا ضيوف وسبتهم وقررت ان انا اعمل اللايف من غرفة الأستاذ محمد عبد الناصر. الأستاذ يوسف مجدي بيقول لي فقدت مصداقيتك، بتتفرج عليا ليه؟ لما انا فقدت مصداقيتي حضرتك بتتفرج عليا ليه؟ يعني ارجو انك انت هذا رأيك يحترم وفوق دماغي، بس ما تتفرجش عليا ولا تتعب دماغك، لان ده رأي محترم. وانت شايف ان انا فقدت مصداقيتي والكلام ده كله. واحد بيقول لي بتخاف من الغندور ليه؟ رد عليا يا كابتن. حضرتك رد علي انت، انا بخاف؟ رد علي انت، راجل شجاع. رد انت، رد انت، لانك انت يبدو انك انت بتتابع حلقات غير حلقاتنا. حضرتك رد انت، انا بخاف. رد انت حضرتك، ولك كل الاحترام والتقدير. كالعادة في الأول قبل ما يتجمعوا الناس بنرحب بكل الإخوة اللي معانا. صديق المحترم هاني إلياس من أمريكا، الأستاذ أشرف إسماعيل يا حبيب قلبي يا محترم، رقية الأهلوية، الأستاذ أشرف إسلام يا عم أنت المحترم، الأستاذ أيمن جمال من دبي، وتحية خاصة لحضرتك وكل الناس اللي في دبي، الأستاذ أحمد صلاح الله ينور يا عبد، ربنا يخليك ويبارك فيك. باشا معاك في أي وقت يا عم، الله يخليك. المنصورة وأهل المنصورة، الأستاذ محمد المحترم منور يا نجم، طول عمرك رجل أصيل، ربنا يخليك. محمد نصر من الأمطرة شرقة على الفيسبوك بيتابعنا. الأستاذ محمد الواهي من المنصورة الأهلاوي، أنا آسف في ادشي ما شفتهاش، الاهلاوي. ماشي يا عم اهلاوي، كبر دماغك. حاضر يا يوسف. لا بس الراجل بيسال، اي حد بيسالني بادب واحترام، حتى لو كان السؤال فيه اختلاف كبير نرد بمنتهى الادب والاحترام احتراما لمن يسالنا. ناصر ليه ما فيش تقرير عن الاولمبيات؟ في ان شاء الله باذن الله، يعني احتمال يبقى من النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا صديقي المحترم. حد بيقول لي بس يعني بنرحب ليه بالناس في الأول، نخش في الأمور على طول عشان يكونوا كل الأصدقاء اتجمعوا، يعني انتوا عارفين في إشعارات بتروح، فمن باب الاحترام ان احنا خمس دقايق بنرحب بحضراتكم، ده من باب الأدب والذوق، يعني انتم ضيوف علينا.
يعني من باب الذوق والاحترام ان احنا نستنى كل الاصدقاء او بعض منهم علشان خاطر الناس تلحقنا. يعني الاستاذ ساره، لا تشغل بالك، ربنا يخليك يا استاذه ساره، ربنا يكرمكم. وائل مصطفى، اهلين يا ابو محمد. الاستاذ علي حماد، تحياتي ليك من منلاوي. عم عصام ابو كريم، مساء الفل. استاذ محمد حسني بيقول نفسنا الكلوب هاوس يبقى 11، هنعمل يوم الساعه 11. احنا قررنا ان الكلوب هاوس نقسمه على مدار كل الاوقات علشان ما نزعلش حد مننا، يعني هيبقى 2 بالليل اللي هو السهر و11 و12 الكلوب هاوس، احنا بنعلن قبليها علشان خاطر حضراتكم تبقوا عارفين وتبقوا مركزين معانا، بنعلن من خلال نادي كرة بلدنا في نفس اليوم او قبلها بيوم. هو الميعاد الوحيد الثابت يوم الجمعة يوم الجمعة فجرا الساعة 2 صباح السبت، يعني يوم الجمعة الساعة 2 صباح السبت، ده الميعاد الثابت عندنا، او الساعة 2 صباح الجمعة، لا الساعة 2، انا اسف، الساعة 2 صباح الجمعة هو ده الثابت معانا، هو ده الثابت معانا. السيناريست محمد عواد، الناس زعلانة منك جدا وانا منهم، ما كانش ينفع تجيب موحى الحراق يصور في الكليب يا محمد عواد، بما ان احنا اخوات وحبايب، ما كانش ينفع، انت في ايمج وحتة تانية، ما كانش ينفع، الناس زعلانة جدا جدا وانا منهم، والحمد لله اللي كنت نايم ما جيتش. احمد القصاص المحترم، يا هلا. استاذ محمد نصر، اهلا وسهلا بالاستاذ محمد حبيبي، يا محترم يا أستاذ محمد، ربنا يخليك إن شاء الله خير. حجاجي محمد حجاجي، ربنا يبارك لك يا عم حجاجي. كل الناس اللي معانا على اليوتيوب وكل الناس اللي معانا على الفيسبوك في من كل أنحاء العالم، أهلا بيكم. ريان عبد الرحمن حبيبي يا غالي، الأستاذ مصطفى بيومي الغالي، حبي يا حبي، مصطفى بيومي صديقي العزيز، الراجل الجدع اللي دايما معانا في كل ازماتنا، ربنا يكرمك يا رب ونرد لك جمايلك يا حبيبي، ربنا يخليك يا درش، كل سنه وانت طيب وسلامي لاولادك جميعا. مصطفى بيه بيومي صديقي العزيز، ابو كريم اتاخرت يا نجم، كنت بتابع الاولمبيات يا صديقي وبعد كده سرحت كده في شويه حاجات عجبوني، انا بحب الالعاب الفرديه فدي كل 4 سنين طبعا، وبعد كده لقيت العشاء خلاص باقي لها دقايق فقلت اصلي العشاء واطلع. بولاق الدكرور بتمسي حبيبي يا محترم، رمضان علوان، ربنا يخليك يا عم رمضان. احمد وحيد، مساء الفل. علي عبد الصمد، فينك يا علوه، ربنا يخليك. استاذ يا استاذ محمد حسني، يعني انا مقدر بس انت بتسالني كتير ليه مش في التلفزيون، وانا رديت 100,000 مره، يعني انت مصمم تسألني فينك من التلفزيون، فينك من التلفزيون، خلاص بقى ما انا رديت. كل يوم الساعة 9 عمرو دياب، خلي اللايف كل يوم الساعة 9 بعد صلاة المغرب، مواعيدنا الجديدة بعد صلاة المغرب، لأن بنعمل عرض أول وإعادة على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب وصفحات الفيسبوك الساعة 11 عشان نرضي الجميع، لأنكم زي ما انتم عارفين طبعا احنا تم إيقافنا من قبل اليوتيوب لفترة زمنية طويلة، ما بنطلعش، بس مش هنقدر نطلع بس مباشر من عبد الناصر زيدان، من قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، فكان الاقتراح ان احنا نطلع بعد المغرب كورة بلدنا يوتيوب وفيسبوك، وان شاء الله بإذن الله يتعامل عرض اول وإعادة 11 بالليل على عبد الناصر زيدان وصفحات الفيسبوك. أذكركم ميعادنا الثابت بعد أذان المغرب كل يوم ما عدا الأيام اللي فيها الماتشات على قناة كورة بلدنا على اليوتيوب وصفحة كورة بلدنا على الفيس، وزي ما انتم شايفين. لا يا محمد أنا زعلان، مفيش حاجة اسمها اشرح، احنا في حتة تانية خالص، ما بنرخصش ولا نتكلم مع الأشكال دي نهائي، الموضوع يعني لا لا يا راجل، موحد مين وكلام فارغ مين. ربنا يا عمي يخليك ويبارك فيك، انت عملت طبخة جميلة ومكسرة الدنيا ومتشافة بالملايين، رحت رمي عليها سم مش تراب، رميت عليها سم مش تراب يا صديقي. أبقى أكلمك بعد الهوا إن شاء الله. مساء الجمال بياسر من ميلان، وحبيب قلبي يا ياسر يا محترم، ربنا يخليك يا رب.
انا وظروفي، اصلا انا بحب انام في ماتشات الكوره كلها مش الاهلي بس، فساعات انا وظروفي لو نايم ما بنامش، لو مش نايم هتلاقيني وانا بتفرج. فربنا يستر على عبد الصمد. طيب نخش في الموضوع. اول حاجه معانا، في حد بعت لي فيديو لاحمد سعد الهارف في قطر، الواد التعبان ده المريض الهارف في قطر، للاسف بلدياتنا هو من سوهاج، ولكن عادي البطن جلابه بتجيب المحترم والغير محترم. فالمهم طبعا انا ما بتفرجش على الاشكال دي، ففوجئت بحد بعت لي فيديو لانه خطير جدا، حته كده دقيقتين بيقول لي يا كابتن ايه حقيقه الكلام ده؟ كلام ايه؟ قال لي امبارح حسين لبيب وهو طالع من باب النادي ناس تبع الزلمطحي صفيحة تلسنوا وشتموه وبهدلوه، والموضوع تطور وكادوا يضربوا حسين لبيب وأسلحة بيضاء، ولولا تدخل الأمن كانت هتبقى في مجزرة وفي مصيبة. قلت له يا راجل ده موضوع خطير جدا. قال لي والله ده اللي حصل. قلت له والله بص، زي ما احنا بنشتغل بما يرضي الله في الاهلي، خلينا نشتغل بما يرضي الله في موضوع الزمالك ده، وخلينا نتاكد من حقيقه ده، نشوف هل فعلا في حد شتم حسين لبيب امبارح وهو طالع، ولا في احتكاك حصل وكاد ان يكون هناك اشتباك بالاسلحه البيضاء ما بين انصار الزلمطحي صفيحه وامن الزمالك، ولولا وجود الامن كانت هتحصل كارثه. اشوف انا الامور اللي زي كده لا بصدق فيها حد، ولا بصدق فيها فيسبوك ولا سوشيال ميديا، لانها دي امور تمس استقرار انديه، وعلمتني الحياه اني انا اتاكد من صحه هذه الامور. المهم عملت اتصالاتي، وده واحد من الموضوعات اللي اخرني، عملت اتصالاتي باكتر من حد، وفوجئت بالاتي فوجئت بإيه؟ حسين لبيب ما كانش امبارح أصلا في القاهرة، مش في نادي الزمالك. حسين لبيب منذ أجازة العيد وهو موجود في الساحل الشمالي، ولم يحضر النادي لا يوم العيد ولا تاني يوم العيد ولا تالت يوم العيد ولا رابع يوم العيد ولا الجمعة ولا النهاردة السبت، يبقى إذن الخبر كاذب، واللي قاله متآمر وأحمق، وأنا كنت متأكد إنه كذب من حاجة واحدة بخبرة السنين. يعني هو قال ايه؟ قال لك ومفيش حد يجرؤ في قناة فضائية مصرية ان يقول الكلام ده، لان ما ينفعش يصدروا ان مصر فوضى وان السيسي مش عارف يحكم البلد. قلت بس هو مؤلف الزتونة كلها ابن الهرمة على كان يقول لك البلد فوضى والسيسي مش عارف يحكم البلد. المهم يا سيد الفاضل رأيه وياخد بالجزمة عليه ولا يلزمنا، والسيسي تاج راس اللي جابوه أصلا هو واللي مشغلينه، وهو أصلا لو ليه لازمة أو ليه قيمة ما كانش هرب، لكن هو بني آدم ملوش لازمة يعني. فيا سيدي الفاضل لا أساس من الصحة في موضوع إن في حد شتم حسين لبيب بالأمس، أو اشتباك ما بين أمن الزمالك وأنصار الزلمطحي صفيحة، وكاد الأمر يتطور لاشتباكات بالسلاح الأبيض. هذا خبر كاذب لا أساس له من الصحة، وحسين لبيب لم يحضر نادي الزمالك منذ العيد وحتى الآن، وهذا يدل على إن إحنا يعني الناس احنا الوحيدين اللي فتحنا هذا الملف،
واحنا الوحيدين اللي برأنا نادي الزمالك. والكلام اللي قاله هذا البني آدم الهارب لا أساس له من الصحة نهائيا، لا أساس له من الصحة نهائيا. حسين لبيب لم يكن في نادي الزمالك الجمعة ولا النهاردة السبت، ومنذ العيد لم يحضر للزمالك وهو موجود في أجازته في الساحل الشمالي، ربما يحضر النادي الأحد بعد ساعات لأن في اجتماع مجلس إدارة مهم. تمام يا رجالة؟ تمام يا رجالة. طيب الموضوع نمرة اتنين، الأستاذ ممدوح عباس زار نادي الزمالك منذ فترة، ندى نودي مساء الفل، وأي حد قليل الأدب ما تشغلوش نفسكم بيه في اللايف، بيتم حظره مباشرة دون أن ينوه أحد. أي حد بيتجاوز بيتم حظره مباشرة، فما تشغلوش نفسكم لو سمحتوا. الموضوع الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه، الأستاذ ممدوح عباس زار نادي الزمالك وهو ماشي أثناء زيارته لنادي الزمالك نده لأحد المسؤولين وقال له كل العمال الغلابة في النادي هنعمل لهم 500 جنيه و1000 جنيه لكل واحد، وبعتوا لي الكشف علشان خاطر الناس تصرف الفلوس دي قبل العيد تبرعا مني وعدية مني ليهم. وطبعا شكرا للأستاذ ممدوح عباس، وده كلام محترم الراجل يشكر عليه، وانتوا عارفين الأستاذ ممدوح عباس راجل ليس له لا ناقة ولا جمل إلا حب الزمالك، وهذه الأيام وهب نفسه لحب الزمالك ولحياته الخاصة بعيد عن أي وجع دماغ. فوجئت بالعمال بيكلموني أو بعض منهم النهاردة، يا كابتن إحنا مالناش صوت غيرك وأنت بطلت تتكلم علينا. قلت لهم والله لما بيكون في حاجة تستدعي إن أنا أتكلم بتكلم، أنا إلا الغلابة يعني الناس دي في قلبي ولا يمكن أتخلى عنهم في أي مكان مهما كانت الأمور ومهما كانت العواقب. قالوا لي يا كابتن إحنا ما صرفناش الفلوس اللي قال عليها الأستاذ ممدوح عباس. قلت لهم يعني الأستاذ ممدوح عباس قال حاجة وما نفذهاش؟ قلت لهم اللي أعرفه إن الراجل لو على رقبته لو مليارات ما دام قال كلمة بدل الكلمة بينفذها. قالوا لي فعلا وطول حياته ما تناش كلمة معانا، بس لغاية دلوقتي ما خدناش جنيه، وخايفين إن الأستاذ ممدوح يكون بعت الفلوس النادي واتاخدت. قلت لهم لا ما العهد ده بقى ولا وراح. قالوا لي يا كابتن الدنيا كلها طين والنادي منقسم والدنيا بايظة ومحدش عارف مين تبع مين ولا مين مع مين ولا مين رايح فين ولا مين جاي منين والدنيا بزراميط في الحديد. قلت لهم عامة احنا لا نمتلك غير ان احنا ندعم اللجنة ونسندها، وخلينا في موضوعنا اشوف لكم موضوع الفلوس ده فين وارد عليكم في حلقة النهاردة. كالعادة عملت اتصالاتي واجتهدت في الأمر وعرفت الآتي، إن الأستاذ ممدوح عباس حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها لم تصل مكتبه كشوف الناس الغلابة التي قرر ممدوح عباس منحهم عدية عيد الأضحى وهدية مالية من جيبه الشخصي أثناء زيارته للزمالك بمبالغ تبدأ من 500 جنيه ل1000 جنيه توزع طبقا للكشوف الخاصة بالمرتبات والعاملين في الزمالك. وده يدل على ان ممدوح عباس راجل محترم، يعني ما يعني ده موضوع حتى لو انا مختلف مع الاستاذ ممدوح انت مختلف مع الاستاذ ممدوح، لما يكون في حاجة انسانية بنقول عليها انها شيء محترم لانه متاجرة مع الله. يا جماعة الخير ما صرفتوش الفلوس ولا صرفتوها والناس ما خدتهاش، قال لك والله احنا منتظرين الكشوف تيجي من النادي
لأن في مثل هذه الأمور إحنا لا نعطي مبالغ عوانية، والأستاذ ممدوح وهو ماشي من النادي قال ابعتوا لنا الكشوف عشان نبعت لكم الفلوس، والكشوف حتى الآن لم تصل لمكتب الأستاذ ممدوح عباس. طيب مين اللي معطل الكشوف؟ سألنا وعرفنا إن المدير التنفيذي الدكتور حسين السمري حتى الآن لم يخرج الكشوف من مكتبه ولم يرسلها للأستاذ ممدوح عباس حتى يصرف فلوس الغلابة. هتقول لي يا عم الحاج مش عارف، طب ما يبعتهم للإدارة. يا عم الراجل محدد تبرعه للغلابة من عمال نادي الزمالك ومحدد الأرقام، ولكن طبقا للكشوف الخاصة بمرتبات الناس في النادي المعينين اللي بمكافآت اللي بعقود، كل عاملين النادي وعاملات النادي من خلال كشف مرتبات القبض بتاعهم. طب الدكتور حسين السمري ما بعتش الكشوف ليه حتى الآن؟ تواصلنا مع الدكتور حسين السمري ولكن يبدو أنه في أجازة العيد أو كان مشغول ولم يرد علينا. فالعمال الغلابة اللي شايفيني دلوقتي يا جماعة لم تصل الكشوف مكتب الأستاذ ممدوح عباس حتى الآن، وما زالت العطلة من عند الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك. وعندما يرى تليفوني أو أنا بعت له رسالة هيقراها هيرد عليا، هرد عليكم وأقول لكم هيطلع الكشوف إمتى. والأستاذ ممدوح عباس لم يرسل أي مبالغ للنادي حتى الآن وينتظر الكشوف. وهناك شخص محترم جدا موظف كبير في النادي هو على اتصال مع مكتب الأستاذ ممدوح عباس وينتظر الدكتور حسين السمري يديله الكشوف أو يرسل الكشوف، وسيتابع إرسال المبلغ من مكتب ممدوح عباس لصرفه للموظفين من قبل إدارة النادي طبقا لكشوف المرتبات. يبقى كده عشان ما نظلمش، ادي موضوع تاني بنكذبه ان مفيش حد خد فلوس الغلابه اللي تبرع بيها ممدوح عباس، وان الاستاذ ممدوح عباس لم يتراجع في كلامه بالتبرع للعمال الغلابه والعاملات، ولكن في عطله من المدير التنفيذي الدكتور حسين السمري في ارسال الكشوف. وساتابع حتى ارسال الكشوف عشان الناس تقبض فلوسها. عشان الناس تقبض فلوسها. وحاجة بس بأكد عليها، لا ممدوح عباس نزل انتخابات ولا قرر يدعم مين في انتخابات حتى الآن. ودي فلوس ناس عمال غلابة ملهاش علاقة بالانتخابات تماما. فأرجو الناس اللي بتقول ده شغل انتخابات، ممدوح عباس مش هيترشح في الانتخابات ولم يقرر من سيساند في الانتخابات ولا يفكر في ذلك نهائيا، وده موضوع لله مش عايزين نحوره يمين ولا شمال. وارجو من الدكتور حسين السمري انه يبعت الكشوف لان الناس في عرض ربع جنيه. موضوع ثالث مهم جدا، مجلس اداره اللجنه المؤقته ده النادي الزمالك برئاسه حسين لبيب قرر يصرف 300 جنيه للعمال والموظفين الغلابه في نادي الزمالك. قرر يصرف 300 جنيه للعمال الغلابة في نادي الزمالك. تمام، بمناسبة عيد الأضحى. ده قرار هايل. نشكر عليه حسين لبيب ولجنته. ولما بيكون في حاجة كويسة بنقول برافو، ولما بيكون في حاجة وحشة بنقول ما ينفع. ده شيء كويس، 300 جنيه لكل واحد. ايه اللي مش كويس في الموضوع؟ النهاردة احنا خامس يوم العيد، الفلوس ما اتصرفتش ليه؟ بعد القرار تم تعطيل تنفيذ القرار والناس خلعت راحت للمصايف وسابوا الغلابة من غير ما يعيدوا عليهم بال 300 جنيه. يعني يبقى الناس لبعتوا الكشوف لممدوح عباس علشان يبعت للناس فلوسها اللي تبرع بيها 300 ولا 1000 لكل عامل وعاملة في النادي، الغلابة اللي بيكحوا تراب اللي ربنا كاتب عليهم الغلب مع كل الإدارات، ولا ال 300 جنيه
اللي انتوا قررتوها صرفتوها؟ حد بيقول لي في اللايف اهو، حد محترم جدا وبحب انا التفاعل ده، عم حسين فؤاد باين بيقول لي القرار طلع متأخر. يا عم حسين القرار طلع قبل العيد، وكان يجب ان يتصرف فور صدور القرار ال 300 جنيه. ولذلك بكل احترام يا جماعة الخير، لو سمحتوا انتوا عملتوا حاجة حلوة، انتوا عملتوا حاجة حلوة، انتوا عملتوا حاجة حلوة وقررتوا تدوا كل عامل وعاملة في الزمالك 300 جنيه. لو سمحتوا، الناس راضية بال 300 رغم ان ملهاش لازمة، بس اصرفوها اصرفوها. وانا كلامي موجه لحسين لبيب رئيس اللجنة، يا ريت حضرتك بكرة وانت عندك اجتماع تدي تعليمات بصرف الفلوس خلال 48 ساعة، وفي فلوس موجودة في النادي عشان الناس تاخد ال 300 جنيه اللي ما اشتراش لحمة او اشتروا مديون او ده 300 جنيه، ده 300 جنيه. حد محترم بيقول لي في اللايف، انت مش شايف انك انت اوفر في الحديث عن الزمالك لدرجة انك بتتكلم في مكافآت ومرتبات؟ طب ما بتتكلمش ليه عن الاهلي؟ طب اقول لك ايه؟ اقول لك ان الاهلي صارف مكافآت بالملايين للعمال الغلابة عنده والموظفين والعاملات والموظفات من قبل العيد ب 15 يوم؟ اقول لك ايه يعني؟ اقول لك كده واجرح احاسيسك؟ وانت عارف ان احاسيسك مهمة عندنا؟ اقول لك كده واعمل لك حرقان وانت عارف ان اليومين دول بندي جامد عشان الحرقان زايد؟ اعمل لك ايه طيب؟ يعني قول لي، انا ما بحبش اعمل مقارنات علشان اللي زي حضرتك بيفهم المقارنات انك انها تقليل منك، لان اللي زي حضرتك عنده مرض المؤامرة، واللي زي حضرتك عايش في خيالات من وحي اعلام فاسد وأبيضة ومرتشين بيدمروا في دماغه وبيلعبوا له في أفكاره. أروح أنا ألعب لك في أحاسيسك؟ عيب والله عيب. يعني أنت عارف أحاسيس معاليك مهمة جدا بالنسبة لنا، لكن أنت بتنكشنا. يعني أنت دلوقتي بتقولي حتى مكافآت العيد ما رحمش الزمالك؟ طب ما تقول لنا عملوا إيه في الأهلي؟ الأهلي صرفوا من 15 يوم يا عم، أهو انا ماليش دعوه، انت اللي جبته لنفسك. اهو اعمل ايه يا صاحبي؟ وانا بحب ارد على الناس، انت اللي جبته لنفسك. اهو الاهلي صرف من 15 يوم. اقول لك على حاجه تانية، الناس صرفت حتى مكافآت العشره، اللعيبه والاجهزه الفنيه والجهاز الفني والعمال الغلابه بتوع غرف خلق الملابس واللي بيلموا كور. الاهلي عنده نظام اوتوماتيك، مش عايز اكمل عشان مشاعر معاليك، والله ما عايز اكمل عشان مشاعر معاليك، ويهمني الحفاظ على مشاعرك، لانك انت لست في حاجة الى مزيد من الاحباط، ولست في حاجة الى مزيد من الانهيار، ولست في حاجة الى مزيد من ان حد يجرأ احاسيس معاليك. فانا برد عليك اهو بمنتهى الادب، وبعتذر على الالفاظ اللي خرجت مني في حلقة امس، لان في رساله جات لي من اخ فاضل، يعني جات لي رسائل كتير، في اللي رسائل قاسيه وفي رسائل عتاب وفي رسائل محترمه. من ضمن الرسائل القاسيه، انا متصور مع اخويا الشيخ محمد زيدان، يا اخي اخوك شيخ اتعلم منه الادب. طب يا عم شكرا. واحد تاني محترم قال لي ايه؟ قال لي انا ابني ده اثر فيا جدا، ابني وبناتي بيتفرجوا معايا على الحلقات بتاعتك، فالالفاظ اللي خرجت منك امبارح لا تليق. وهنا عايز اقول للراجل ده كلمة مهمة، مع اعتذار المعاليك، كان لازم تقول لأولادك ان انا شتمت الواد الاسرائيلي، وتقول لهم ان الاسرائيلي ده عدو عبد الناصر وعدو ابوكم وعدو الوطن وعدو الدين الاسلامي والمسيحي واليهودي نفسه، لانه هو ملهوش منه، ده صهيوني حتى مش معترف باليهودية، واخد بال حضرتك؟ والكلام ده كله، وتقول لهم هو انفعل كده ليه؟ ولازم تعرفوا ان الناس دي الصهاينه دول اعدائنا ليوم الدين. انا محمد ابني بيقول لي يا بابا هو انت شتمت الراجل ده ليه؟ قلت له ده
عدوك وعدوي وعدو ماما وعدو البلد وعدو الدين، ولازم نربي في أولادنا دول لا ليهم ملة ولا عهد ولا دين، وأعداءنا إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك يا سيدي، يعني أنا لا أضمن نفسي لعندما أرى حد إسرائيلي، ولكن بعتذر عن الألفاظ اللي قلتها في حق أي حد غير الواد الإسرائيلي ده. لكن الواد الإسرائيلي ده شرف ليا إن أنا أشتم أبوه كل يوم، ويا رب تكون رسالتي وصلت. أما الأخ اللي بيقول لك طب ما تقول لنا الأهل صرف ولا ما صرفش ولا عمل ولا ما عملش، أرجو من الإخوة اللي معانا الزملكاوية إنهم يعذروني إذا كنت حرجتهم أو جرحت مشاعرهم. واللي عايز يسأل أي سؤال في الأهلي أنا مذاكره صم برضي، يعني أنا مذاكر الأهلي صم، مذاكر الأهلي صم. يروح طالع لك واحد سافل، سافل دي طبعا ما فيهاش شتيمة، يقول لك زيدان ده دول الخطيب ومتوجه لتصفية حسابات، ده ترد عليه تقول له ايه؟ احتراما للناس اللي بتقول لك ما تشتمش، مش اشتم، لان مثل هذه الكلاب لا يمكن اني اهو عم منذر بيقول لك اشتم براحتك، اهو اعمل ايه يا عم منذر؟ اهو نفسي قول لي بقى يا منذر اعمل ايه؟ اديني كاتم في نفسي وساكت، اهو اهو يا عم منذر اهو يا ابني. طب هاتوا مصطلحات غير اللي انا بديها لكم. انا بتاع بلية بدلدول، يعني انا صاحب مصطلح بلية الدلدول، وانا صاحب مصطلح الدلدول، وانا صاحب مصطلح صفيحة، وانا صاحب مصطلح ابن بسيطة، وانا صاحب مصطلح ابن بتاعت المحشي، وانا صاحب كل الافهات دي والسقط الساقط، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي انا صاحب الافهات بتاعتها. فيا ابني لما تيجي توجه لي حاجة انت اجتهد، لانك انت مهما اجتهدت لانك متخلف لا تمتلك الا السب والشتم. حاضر يا عم اهو يا عم اهو ما تشتمش اهو. ممكن اقول للواد يجيب لي شاي؟ الشاي يا محمد اهو يا عم عاجبكم كده، عشان العيال اللي بتتفرج والامهات الافاضل اللي بتتفرج والناس المحترمين اللي بتتفرج علينا اهو. ين لورا طب ممكن اشتم النهارده وبعد كده بلاش والله العظيم ما ليهم غير كده، اقسم بالله والله العظيم ما ليهم غير كده والله العظيم. نفسي 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 يا ابوي يا عم دي والله العظيم دي اشكال، بس الناس بتقتلني. يعني الراجل يعني بعت لي رساله والله قتلني، قال لي يعني انا بتفرج انا وابني بيسال اقول له ايه لو سالني، فقتلني قتلني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ارد عليهم ازاي يا عم الحاج؟ هات لي مصطلحات مش لاقي، جبت المعاجم العربيه كلها عشان الاقي مصطلحات تنفع معاهم ما لقيتش. رحت للزمخشري باب السفالة وقلة الأدب لقيته مليار ردود مناسبة، فبجيب منه أعمل إيه؟ بجيب منه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهو حاضر، ارجع يا ناصر صلي على النبي كده واهدى. حاضر يا عم محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب أنا أعمل له إيه؟ أنا بتكلم في مشكلة غلابة، لا هنت الزمالك ولا تطولت. أنا بادئ الحلقة بكدب أخبار ضد نادي الزمالك، إن رئيس نادي الزمالك اتشتم، وإن كان في معارك بالأسلحة البيضاء، وإن الناس بتقول فلوس الأستاذ ممدوح عباس اتسرقت. بنفي ده يعني طالع أدافع عنك يا عم عادل؟ طب أعمل إيه؟
يعني يا ابني طالع موجه، داخل موجه، تحس بني آدم برأس حمار، ما فيهاش شتيمة دي بقى. بني آدم برأس حمار، بني آدم بمخ بقرة. يا ابني طالع أدافع عنك يا ابني، طالع أدافع عنك. وبعد كده أنت زعلان ليه؟ ما تتفرجش عليا بدل ما هزقك، يعني ما أنت كده جاي تتهزق. أجمل الرسالة التالتة، ما أنا قلت لكم تلات أنواع من الرسايل. زملكاوي امبارح عملوا لي تطبيق اسمه مش عارف، والله ما عارف اسمه ايه. عايز ارحب بالاستاذ طارق عمر القناوي المشرف على نادي كرة بلدنا على الكلوب هاوس. بيقول لي الناس صرفت الفلوس في النادي الاهلي من فترة طويلة. ما انا ده بشرحه، انا بشرحه، بس خلي بالك احنا لما قلنا الناس خدت الراجل شتمنا، يعني قال لك الاول لو راجل قول لنا ده في الاهلي، قلنا في الاهلي الناس كذا، ودي والاهلي ما بيعلنش مكافآت، يعني لان الاهلي ما بيمنش على الناس اللي عنده في سيستم في الاعياد. الناس بتاخد ايه؟ ربع مرتب، نص مرتب، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. سيستم شغال اوتوماتيك 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 اوتوماتيك، مع كل مناسبة اوتوماتيك، مع كل مناسبة اوتوماتيك، مع كل مناسبة الحاجات اوتوماتيك. ليه هو الزمالك كان بتاع امك يلا؟ انا اسف، اهدى يا عبد الناصر، حاضر اعمل له حظر. ماشي ماشي، واحد بيقول لي مالك كده عب الزمالك ليه؟ كان امك كاتبهولك باسمك يلا؟ كان ميراث من ابوك، واخده ميراث من ابوك. والله العظيم اشرف عرفة. والله العظيم فاكرين في المسرحيه قال لك ايه؟ من اللي كان بيعمل كده في المسرحيه، من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ومن السهل على هؤلاء أن يستبدلوا مخهم بمخ الحمار. والله العظيم هم من يوم المقارنة اللي عملتها ما بين حسين لبيب على الكلوب هاوس والخطيب، على فكرة بالمناسبة الخطاب بتاع الخطيب عدى 100 مليون مشاهدة، بس لكن برضه أنا آسف على جرح أحاسيس معاليك. يعني عدى 100 مليون مشاهدة على جميع المنصات، على جميع المنصات اللي نقلته، بس كان محدش يروح يجيب لي قناة الأهلي يقول لي تعليها 3 مليون. أنا بقول لك عدى ال 100 مليون مشاهدة على مستوى العالم في كل المنصات والمواقع، أو اقترب من حاجز ال 100 مليون. حسين لبيب على الكلاب هاوس اقترب من حاجز ال 500 نفر. أنا أهو حاضر. بشير خليل قال لك خش يا عم في الاخبار عشان ما، والله انت برافو عليك عشان انا ما اعكش. مبسوطين كده؟ انا خلي بالكم انا الحلقه دي بشتغلها تحت تهديد السلاح، يعني حاسس ان الرسائل اللي جات لي زي السكاكين. اوعى تنطق، حاضر. اوعى تغلط، حاضر. يعني بص، حاضر اروح يا عم للاخبار، حاضر اروح للاخبار ماشي عشان اهدى، اروح للاخبار عشان اهدى. ابدا من النادي الاهلي، والله عندي حاجات كتيره جدا عن الزمالك ما انا اي حاجه تاني. يجي على حمام ويقول بقى حاضر. انا قلت حاجه؟
انا في حالة انقسام في اليوتيوب والفيسبوك اهو، ناس بتقول لك خد راحتك وناس دايسة على راحتي اهو، مش قادر اهو والله. اعمل ايه؟ مش قادر. يا استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا، اهلا بيك. زي الحال يا ابو حميد؟ الحمد لله والله، يعني منور الدنيا وحلم والمواعيد الجديده برضه. احنا بعد اذان المغرب ان لم يكن هناك احداث دوليه او محليه خاصه بالاولمبيات الى ان تنتهي الاولمبيات او ماتشات الكوره. يعني مثلا الاحد النهار بعد ساعات الاهلي والانتاج الحربي هنطلع بعد الماتش. ممكن يصادف في الاولمبيات حد مصري بيلعب او عربي والناس كلها بتتابعه. بالظبط، لكن ميعادنا الثابت على قناه كوره بلدنا على اليوتيوب وصفحه كوره بلدنا على الفيسبوك، بث مباشر يومي بعد اذان المغرب بتوقيت القاهره. وانا شايف الناس مش مساعداني في نشر المواعيد، ومفيش لايكات، والناس مكسله، والحرب علينا شرسه جدا جدا، لدرجه ان دلوقتي انا بعاني. انا النهارده عايز اقول لك ايه، بس ممنوع. شفت انت سعيد صالح لما قال لك ايه؟ ممنوع من الكلام، واخد بالك انت؟ عمك احمد فؤاد نجم، الاغنيه اللي غناها سعيد صالح، ممنوع من الكلام، ممنوع من الحديث، ممنوع مش عارف ايه، وانا كل يوم في حبك بتزيد الممنوعات. يا ابني طب ما هو انت لو راجل قول لي اسمك، اكونت اسمه ميديا تي في، بيقول لي انت صوتك وحش. يا عم ماشي اهو، حاضر حاضر اهو 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 اهو، عاجبك كده يا عم كمال يا ابو ماضي؟ اهو اهو، اوعى تشتم يا عبد الناصر. حاضر، اهدى يا عبد الناصر. حاضر، صلي على النبي يا عبد الناصر. حاضر اهو اهو اهو، هو الخطيب بيقبضك كام؟ لا ده لا، ما ينفع كده، الافيه ده جاي من عند ربنا، اسال امك يالا. اهو يعني هيكون الزلمطحي قالها لك وانا ما اقولها لكش، ما انت عيل مالكش لازمه اصلا. المهم عايز اسالك يا احمد، وابدا معاك بالكلمات الرائعه، ما دام الدنيا كده فيها حرقان جامد، خلينا نبدأ بالكلمات الرائعة التي كتبها المايسترو المحترم صديقنا العزيز الكابتن حلمي طولان. لأن اليومين دول بيقول لك ادي جامد عشان الحرقان زايد، واللايف مليان زلمطحية، وأنا ممنوع من الرد عليهم بأسلوبهم، فاديهم حتة بقى من الكابتن حلمي، لأن أنا عارف دي هتجيب بواسير وعاملة أزمة من امبارح أو من يوم ماتش البنك الأهلي. صح، هي بعد ماتش البنك الأهلي وانتشرت بصراحة يعني على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وخلينا نوضح يعني كلمات الكابتن حلمي طولان كان هدفها إيه؟ هدفها إن الناس يمكن تحدثت في بعض من الأوقات عن طبعا فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه العشره، ويعني الانجاز اللي حققه النادي الاهلي. في نفس الوقت بعدها بساعات على طول النادي الاهلي تعرض لطبعا تعادل مع فريق البنك الاهلي، وبالتالي ابتدى البعض يهاجم شويه بعض لاعبي النادي الاهلي وحاله التراخي. لحظه بس، لحظه بس، عايز ارد على دودي. دودي بتقول ما فيش مايسترو الا الكابتن صالح سليم. لا، الكلمات اللي كتبها الكابتن حلمي كأنها لحن اللي كاتبه مايسترو. ما تخلطيش الأمور، ما تبقيش عنصرية ومتعصبة، اهدي شوية. الراجل كاتب كلمات لا يكتبها إلا مايسترو موسيقار، عشان كده عملت حرقان، عشان كده عملت حرقان. اللي كتبه بالظبط عشان الناس اللي ما شافتش. واحنا عايزين نقول يعني النهاردة أنا يمكن بتابع كلمات الكابتن حلمي عاملة ترند على مدار 4 أيام. دي حقيقة، دي حقيقة. هو قال وكتب جمهور الأهلي ده عظيم بجد، فريق واخد أفريقيا والسوبر ومسيطر على كل شيء، ومجرد تعادل وعلشان أداء سيء الناس ناسية كل حاجة وزعلانة جدا. هو ده سر كبرياء هذا النادي، جمهوره اللي بيحبه وبيخاف عليه بجد،
وما عندوش حد اهم من الاهلي، نادي عظيم وجمهوره اعظم. وان كان خلينا نقول برضه عشان يعني نوضح كل حاجه، يعني يمكن الصفحه دي او الموقع او الحساب ده مش كان بيه العلامه الزرقاء، وبالتالي هي مش صفحه موثقه، ولكن كل يا حاج احمد، الاستاذ اشرف بيقول لك الخطيب ابره في ظهرهم وحابس دمهم وعامل لهم حرقان. يا عم الله يسهل لهم بقى. ايوه يا احمد، وبالتالي كابتن حلمي طولان كلماته مهمه جدا وفي وقت مهم جدا من راجل زملكاوي كبير جدا ولكن محب للرياضه المصريه، يعشق الحقيقه والصدق، راجل يتكلم باحترام عن الجميع وبيكشف سر من اسرار النادي الاهلي، وهو احترام الجماهير لكل اللعيبه وحرص الجماهير دائما وابدا على الفوز في كل المباريات. فكابتن حلمي طولان له منا كل تقدير واحترام، وعندما يتحدث الكل بينصت لانه يعلم ان الذي يتحدث هو قيمه كبيره زي كابتن حلمي طولان يعني، والذي لا خلاف عليه اهلاوي او زملكاوي. طيب انا اؤيد احمد وعايز احيي الكابتن حلمي، ويمكن احنا قلنا الكلام ده وفسرناه، قلنا يعني لدرجه ان احنا هاجمنا البعض ممن غالى، خصوصا في الهجوم المفرط على محمد مجدي قفشه، وقلنا يا جماعه بس عشان محدش خاطئ، مفيش حد يخليكم تطلعوا المسرح تضروا لعيبتكم، لا النقد كان قاسي، تعادل طبيعي بيحصل في كره القدم، ولكن النقد كان قاسي جدا، وكان هناك تحامل على بعض اللاعبين اللي لسه جايبين بطولة من 4 أيام، كده أنت بتتحول لضاغط سلبي وليس إيجابي. فأرجوك تمهل واعرف إن الكورة فوز وهزيمة وتعادل، وإن الناس بتجتهد، ووارد إنك تكون في يوم مش في يومك. فده بس ايه ردي على هذا الامر. اما جمهور الاهلي فطبعا عظيم بطبعه، لانه بيقفل صفحاته بسرعه، لانه لا يشبع من البطولات. دائما البطولات هي الاساس. حتى كلمه الخطيب تاني يوم البطوله قال لك خط وقفلنا الصفحه ونبدا من اول الصفر، ولا كانهم عملوا اي حاجه. غير النادي الاهلي بياخد بطوله بيلي او بنج بونج باخوتنا. فالحرمان وحش، الحرمان وحش، ما فيش كلام، الحرمان وحش. بشير خليل مساء الفل يا بشير، خلاص يا زيزو بقى فين، خلاص يا دودي بقى فين الموضوع بقى، خلاص خلاص بقى فين الموضوع خلاص، عشان ما نعملش عليها جدل. تحية للكابتن حلمي طولان وكلامه المحترم، وتحية لدودي الأهلاوية. نخش بقى، القايمة طلعت ولا لسه؟ انت مأخرنا وقلت هاتوني متأخر عشان القايمة. صح، خليني بس يعني يمكن الحمد لله كنا انفردنا بالامس لو حضرتك تتذكر، وقلت لك ان انا عندي معلومات ان الكابتن محمود الخطيب هيحضر المران الرئيسي والاساسي اليوم قبل دخول الفريق معسكر مغلق للقاء الانتاج الحربي. يمكن احنا الوحيدين اللي قلنا الكلام ده، والحمد لله قد حدث، تواجد الكابتن محمود الخطيب في المران. الاستاذ يوسف كامل، الاستاذ يوسف كامل يوسف بيقول لي انت اهلاوي متعصب، ولما بتكلم عن الزمالك برضه بيتخش اهلاويه يقولوا لي انت زملكاوي متعصب، بس هو الفرق ان الاهلاويه بيفهموا وفي ناس تاني ما بتفهمش. بس انت شايفني اهلاوي متعصب ما تتفرجش عليا. وندى بتقول له زيزو زملكاوي وبتضحك، ماشي. واحد بيقول لي انت اسماعيلاوي متعصب، محلاوي متعصب، انا ترى الله برسيمه زي سعيد صالح. اتفضل يا باشا. كابتن محمود الخطيب كان موجود في المران يعني في جلسه مفتوحه مع اللعيبه، ويمكن نزل تصريحات رسميه على الموقع الرسمي للنادي الاهلي زي ما انفردنا مع حضرتك بالامس الحمد لله، يعني كنا الوحيدين في كل حته اتكلمنا وقلنا ان الكابتن محمود الخطيب هيكون موجود في مران اليوم وهيكون في جلسه مع اللعيبه، وقد كان الحمد لله. كابتن محمود الخطيب قال في جلسته مع اللعيبه والجهاز الفني ان مرحله السوبر. يا احمد خليك في مكان كويس بقى، ان ما تقعدش بقى تقطع حبل افكارنا، تقعدش تقطع حبل افكارنا بقى.
هم ليه بيروجوا يقول لك ايه اهلاوي متعصب وكده؟ لان هم صعبان عليهم ان في حد يقول كلمة الحق ايا كان انتمائه ايه، خصوصا لما يكون الموضوع عامل لهم حرقان. يعني مثلا ايه، طب ما الكابتن حلمي زملكاوي وكاتب كلام جاب الدنيا كلها لمس اكتاف، فدايما يحبوا يقللوا زي المعتوه باليد الدول يقول لك ايه، وافضل اقول القضيه ممكن. طب ما تقول يا ابن العبيطه، طب ما القضيه كانت فيك، طب ما تقول، ما هو انت عبيط ابن عبيطه هيعملوا لك ايه؟ طيب يعني ما تقول، حد قال لك ما تقولش؟ وافضل اقول القضيه ممكن، طب ما تقول. واحد عبيط وبيهفل على نفسه، واحد عبيط وبيهفل على نفسه، يعني زي يعني حد يعني بلاش يا عبد، اصل كان في مثل نفسه اقوله، يلا عديها يا عبد الناصر يلا. خلينا نخش في كلمات الكابتن محمود اتفضل مع اللعيبه. اتفضل. هو التقى مع اللعيبه واتكلم وقال ان مرحله السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا دي كانت مرحله وانتهت، والنادي الاهلي دلوقتي في مرحله مختلفه، مرحله الدوري العام وكاس مصر والسوبر المحلي. طالب اللعيبه بتحسين الاوضاع وعدم فقدان اي نقطه في المباريات القادمه حتى لا يكون هذا الامر عبئا او ضغطا على اللعيبه في الفتره القادمه. قال المرحلة القادمة بتحتاج تركيز ومجهود مضاعف من كل اللعيبة. طالب اللعيبة بالفوز بكل المباريات القادمة، وفي حالة الفوز بكل المباريات القادمة يكون النادي الأهلي وبطل للدوري العام دون انتظار لأي نتيجة من نتائج الآخرين. يعني الحمد لله، يمكن خليني أقول لك إن الجلسة دي وإن لم تستغرق دقائق، ولكن كالعادة يعني الكابتن محمود الخطيب كلماته مع اللعيبة بيكون ليها مفعول السحر، وده يعني قبل التوجه لمعسكر مغلق استعدادا للقاء طبعا الانتاج الحربي زي ما حضرتك تعلم على ملعب الاهلي ويا السلام في السابعه من مساء الاحد في اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 24 بالدوري الممتاز. فعلى هامش المرام من الامور المميزه وبرضه دي الحمد لله اتكلمنا فيها بالامس، حسين الشحات يتواجد في المرام وادى المرام بشكل كويس بعد شفائه من الجزع اللي كان عنده في الرباط الداخلي للركبه، وبالتالي يعني اسلج صدور الاهلاويه وقلوب الاهلاويه بعد عودته للمشاركه في المران. مران النهارده كان يعني موسيماني حريص على الحديث في بعض النقاط الفنيه، كان في تدريبات قويه لحراس المرمى، يانكون ميشيل بصراحه كان عامل تدريبات قويه، كان موجود علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، واحمد طارق سليمان، تدريبات يعني متنوعه لحراس المرمى بالكامل. وبعد كده كان في تقسيمه يعني كان مدتها قليله شويه حرصا على عدم ارهاق اللعيبه. بعد كده يعني موسيماني اعلن عن قائمه اللاعبين السكواد ال 21 لاعب لمواجهه المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء. خط الدفاع بيتواجد محمد هاني، ايمن اشرف، بدر بنون، محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، سعد سمير، وعلي معلول. في الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، محمود كهربا، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، وجونيور اجاييه. وفي الهجوم محمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا. وبالتالي لو قعدنا نبص على المستبعدين هنلاقي مستبعد حمدي فتحي، وخلينا نوضح سبب استبعاد حمدي فتحي. هو بيستعد لزفافه يوم الاثنين، فهو واخد كده يعني اجازه 24 ساعه، وده بالتنسيق مع الجهاز الفني. راجل فرح يوم الاثنين، بنتمنى له يعني حياه زوجيه سعيده. حمدي فتحي من اللعيبه المحترمه، حفل زفافه يوم الاثنين ان شاء الله، يعني تمنياتنا ليه دايما بالاستقرار. اللاعبين المستبعدين طبعا محمد الشناوي واحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق ونصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، دول موجودين مع بعثه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد. زي ما قلنا حمدي فتحي كمان بيغيب، يعني واخد راحة، كمان بيغيب وليد سليمان للإصابة، محمد محمود نفس القصة، كريم ندفد لسه راجع عدم الجاهزية الفنية، وطبعا مستبعد اللعيبة الناشئين بوجهة نظر موسيماني الفنية اللي هم محمد حسام النجار وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف. النادي الأهلي في حالة تركيز شديد جدا، وزي عبد الناصر زي ما حضرتك تعلم الأهلي عنده 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك، لكن الاهلي عنده 3 ماتشات يكسبهم يبقى اول دوري مرتاح. الانتاج الحربي زي ما الناس برضو يعني عشان نحطها في اجواء المباراه، هو في المركز الاخير برصيد 19 نقطه، فالانتاج الحربي بالنسبه له برضو المباراه حياه او موت، لازم يعني يحاول ان هو ياخد يعني افضل عدد من النقاط في الفتره القادمه، وبالتالي المباراه هتكون صعبه على الفريقين ما فيش شك يعني.
طيب هل لديك أي أخبار أخرى في الأهلي؟ أنهي معاك بس بعض الأمور كده، يعني يمكن حازم الحديدي وكيل اللاعبين كان ليه بعض التصريحات، اتكلم عن مستقبل كهربا في النادي الأهلي، قال كهربا يعني ابتعد عن المشاكل تماما وبيمر بحالة فنية ومعنوية جيدة جدا مع موسيماني، هو موجود في النادي الأهلي ولم يتحدث أحد عن رحيله. في نفس الوقت كمان هو تحدث عن يعني وليد سليمان، قال وليد سليمان لاعب مؤثر حتى ولو موجود على مقاعد البدلاء، هو موجود ما عندوش أي مشكلة وهو مكمل في النادي الأهلي ولا صحة تماما عن اعتزاله. اتكلم برضو عن عمرو السولية، قال اللاعب موجود وما عندوش أي استعال للأزمات، الراجل يقدر وجوده في النادي الأهلي وإن كان عنده أكثر من عرض إماراتي ولكن هو مركز في التواجد داخل النادي الأهلي وحريص على تواجده في الفترة القادمة في النادي الأهلي. شكرا أبو حميد. أخيرا أني معاك بس برضو زي عبد الناصر، عشان عارف الناس بتحب تتكلم عن الصفات وإن كان إحنا بنختار التوقيت المناسب، ولكن خلينا برضو طبعا الناس كلها بتتكلم على انضمام أو قرب انضمام لويس ميكسيوني لاعب فريق سيمبا التنزاني. النهاردة أحد مسؤولي نادي سيمبا التنزاني اتكلموا مع موقع جول العالمي يمكن في أول تصريحات رسمية من نادي سيمبا، اللي قال إن في عروض فعلا يعني وصلت من النادي الأهلي وإحنا بنبحث عن البديل المناسب، وفي كل حال من الأحوال حسم موقف اللاعب بشكل نهائي هيكون بعد مباراة الكاس اللي هي عندهم خلال الأيام القادمة. ولكن خلينا نقول ميكسيوني من اللعيبة المميزة، لاعب مميز طبعا فريق سيمبا التنزاني واللي أحرز هدف في النادي الأهلي في لقاء الفريقين، واللاعب مرحب بشدة للتواجد في النادي الأهلي. عشان نحط الناس بس كده على مستوى الميركاتو الانتقالات الصيفية، النادي الأهلي خلاص ضم كريم فؤاد والإعلام بشكل رسمي بعد عودته من الأولمبياد. ميكسيوني طبعا لاعب سيمبا التنزاني من اللاعبين المرشحين بقوة، وإن كان أيضا مازال هناك لاعب يسعى موسيماني لضمه، وهيكون في بقى يعني ترتيب لمسألة الأجانب في الفترة القادمة، يعني لكل حدث حديث هنتكلم فيها في الوقت المناسب يعني. شكرا جزيلا. بشكرك أستاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا. طيب عندنا بس حاجتين عايز أتكلم فيهم قبل ما أروح للأستاذ علاء حمام. الحاجة الأولانية موضوع الخمور في الدوري المصري. لا أنا هقول، بص والله العظيم لا أقولها، هقولها والله، أقول لك القضية ممكن بلي الدلدول بيعمل إيه بالقضية ممكن يعني، بس إيه، بس أشوقك شوية، مش أحرمك من حاجة، ما تقلقش، اللي أنت عايزه أقوله يعني. يا سيدي الفاضل، موضوع الخمور في موضوع الدوري المصري على مستوى اللاعبين ليس هناك أي نسب تذكر على مستوى كل أندية الدوريات، ممكن يكون في نسبة لا تزيد عن 8%، وهذه ليست مقياس. الناس اللي خدت التصريحات يعني أنا أعرف ناس في الزمالك بتشرب خمور، وأعرف ناس في الأهلي بتشرب خمور، لعيبة بتلعب، ولكن ممكن يكون ده في أيام أجازاتهم. ماذا يعنيك أنت؟ دي حياة شخصية. كريستيانو بيشرب خمور، ميسي بيشرب خمور، هذا شيء ما بين العبد وربه، ما حدش له دعوة بيه، واخد بال حضرتك؟ أنا اجتهدت ليه؟ لأن بعض الزلطحية بيحاولوا يصيدوا في الماء العكر. دلوقتي إيه؟ مسكن لك ان موسيماني قال ان 90% يعني عندي 10% في الاهلي، هذا كلام عالي تماما من الصحة. وارجع واقول لك اعرف لعيبة بالاسم في الزمالك بتشرب خمور وليها طرابيزات في ديسكوهات وفي مناطق معينة وفنادق معينة وبالحجز وبالاسم، وكذلك الامر في الاهلي. واقول لك اسامي الفنادق واسامي النايت كلابات اللي جوه الفنادق أو الديسكوهات الخاصة جدا اللي ما بيرقاش غير المشاهير والنجوم، وفي نفس الوقت أرقام ترابيزاتهم وحجزها في كل العالم ده، ولكن في مصر أقول لك دول مين؟ 2-3 وفي أجازاتهم عشان أبقى منصف. طب ما بيليا الدلدول كان بيسكر 24 ساعة وكان تحت رجلين الرقصات نايم 24 ساعة،
تحت رجلين رقصت، دي طبعا مش اهانه، كما حدش يقول لي ولدي جنبي وانت هركتني اهو تحت رجلين اسفل ارجل الراقصات اهو اهو، ما تقوليش دي اهانه بقى. استنى احط الشاحن اهو، مش اهانه ها؟ كان يجلس اسفل ارجل الراقصات ويلحس الخمور في مصر وفي لبنان وفي مناطق اخرى اهو. اقول لك انا اهو على مسؤوليتي، يعني سيبك من انه لحات جزم وتشتري بربع جنيه، كان سكيرا وكان منحرف وشمال وبيكره كل الناس ودي معروفه، بس ما لناش دعوه، دي حياته الشخصيه، حياته الشخصيه. بس اللي زي ده لازم تفضحه، لان هو بيتاجر بالفضيله بين الناس، فلازم تديله على دماغه هو، واللي جابوه كان يتعلم الادب. طب ايه اللي حصل بقى وخلى الموضوع كبر؟ اقول لك ايه اللي حصل. تم تحريف كلام موسيماني، وده اللي انا حبيت افسره لكم النهارده. موسيماني قال ايه حرفيا؟ قال موسيماني ان 99% من اللاعبين في مصر محترمين ولا يتعاطون الخمور. وفي حد في اللايف قال لك ايه؟ قال لك ميسي وكريستيانو ده مجتمعهم كده ودينهم كده، اوافقك بالثلث. وده الكلام اللي قاله موسيماني، قال لك ايه؟ قال لك 99% من اللاعبين لا يتعاطون الخمور، والجمهور في مصر والمجتمع لا يسمح بذلك. ال 99% اهو. طب ده اعمل له ايه ده يعني؟ يا ابن الجزمه، الجزمة دي مش شتيمة طبعا، هو جزمة بلاش أمه. 99% داخل يقول ال 90% وشتمني. طيب ماشي، بص أدهو زميل الأستاذ أحمد عبد الله، الموقع اللي عمل الحوار الراديو اسمه سبورت أون الجنوب أفريقي، الموقع الجنوب أفريقي. بص اسمع معايا أده حصريا أهو، الدقيقة التي أثارت الجدل بنفرد مع حضرتك بيها، ومش عايزك تسقفني، سقف لأحمد عبد الله اللي اجتهد اهو. بص اهو، حاضر يا عم وائل، اهدى اكتر من كده يا عم وائل بقى، انت التاني داخل تهرق دمي، اهدى اكتر من كده، انا عملت حاجه؟ انت يا عم وائل في ايه؟ يا ايه يا عم وائل؟ وائل مرعي داخل سلام عليكم بتاعته، اهدى يا عبد الناصر، لا اله الا الله. بص شوف يا صديقي اهو، لا لا ملوش دعوه بالماتش. في حد بيقول لي الاستاذ شعبان ابو العلا بيقول لك مش وقته، لا لا انا بوضح حاجه عشان تعرف انهم كذابين وافقين. بص يا بيا، موسيماني قال لاعبو الاهلي لا يذهبون للملاهي البلديه ولا الليليه، رغم انه يوجد هنا ملاهي ليليه، الاهلي نادي كبير، لو ذهبوا هناك سيجدوا 80% من داخل المكان من جماهير الاهلي، ولن يكونوا سعداء لو شاهدوا اللاعبين هناك. 99% من اللاعبين لا يتعاطون الخمور، والمجتمع والجماهير ترفض هذه الظاهره في مصر. اده اللي قاله موسيماني حرفيا، وادي الدقيقه اهي اهو، ادي الدقيقه من موقع من راديو سبورت 1 اهو، اسمع او اجيب لك احمد السيد يترجمها، اسمعها لك واجيب لك احمد السيد يترجمها. بص اهو اسمع معايا اهو، علشان ما فيش اي زلمطه يتكلم، انا لما اتكلم بجيب مستندات. بص اهو اسمع معايا. And we don't have problems of the field, social life, lifestyle. The religion takes control. The religion is powerful. So we at my former team, I used to have breathalyzers every day. There's no breathalyzer here. Because first, I'm not saying they don't drink or nobody drinks, but I can guarantee you 99% of my players don't drink. And there's no chisanyamas and nightclubs and... We do have, but the players is a big club here.
if you go there, 80% of all people inside the club are anarchic club workers. So they won't behave with you. So you can't stay. Okay, let's take some of the voice notes, coach, that have been coming. باين جدا انا ما بفهمش اهو باين جدا انه بيقول لك 99% 9 ويا عم بعد كده انت عامل ازمه بطولات حرام ولاعيبه سكيره طب ما تفوز عليهم طب ما اشرف بن شرقي كان بيشرب خمره في دبي ماذا يعني الناس في ذلك امام عاشور نايم مع العيال في الديسكوهات بتوع المهرجانات ايه المشكلة في ده؟ ايه المشكلة في ده يعني؟ استاذ احمد احنا جبنا الدقيقة انفردنا بيها من راديو سبورت 1 اللي قال فيها 99% اللي الزلنطحية خدوها 90% وان لعيبة الاهلي بتشرب خمور سمعتها ولا عيدها لك تاني؟ يا ريت تعيدها لي تاني معايا لان انا برضو يعني انا ما سمعتهاش لايف لكن انا برضو من ضمن الحاجات اللي كنا محتاجين نتكلم فيها وهو فعلا للاسف الناس خدتها انها 90% وهي من الواضح انها 90% لا بص انا اجيبها لك نصا ال 99% والجمهور والمجتمع لا يقبل ال 1% يتواجد في مثل هذه الاماكن طب يا ريت تاني يا زهر نصر معايا اهو هبص اديها تاني يا جماعة ركز معايا في كلمة 99% انا اللي ما بعرفك انجليزي حفظتها بريسنت ركز معايا اهو And you don't have problems of the field, social life, lifestyle. The religion takes control. The religion is powerful. So we at my former team, I used to have breathalyzers every day. There's no breathalyzer here. Because first, I'm not saying they don't drink or nobody drinks, but I can guarantee you 99% of my players don't drink. And there's no chisanyamas and nightclubs. And we do have, but the players, is a big club here. If you go there, 80% of those people inside the club are anarchic club workers. So they won't behave with you. So you can't stay. Okay, let's take some of the voice notes, coach, that have been coming. نرجع تاني بس اكمل اتفرش لان ده شغل صحفي ده مش دفاع عن حد على حساب حد ده شغل اعلامي ده شغل مهني مش دفاع عن اهلي ولا عن غيره ده شغل اسمه شغل مهني في حد الناس قاعده في مصر كلها تفت في حد اعلامي جاب كلمه من الحوار العبد لله انفرد معاكم بس جبت لكم اهم حاجه عليها الجدل في حد اجتهد ودخل على الحوار في الراديو بتاع جنوب افريقيا وجابوا وسمعوا بشكر الاستاذ احمد عبد الله صديقنا اللي بيساعدنا اهو بقى دايما قبل ما تتكلم في حاجه هات مصدرها سمعتها يا استاذ احمد سمعتها معاك وبشكرك وبشكر الاستاذ احمد عبد الله واضح جدا 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 ان هو بيتكلم على 99% هو بيتكلم عن 99 خلينا نقول برضو هو ليه بيقول كده لان هو راجل ما عندوش جهاز يجزم لا 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 بص يا احمد يا احمد يا احمد مش عايزين نتفرع الازمه في النسبه الازمه في النسبه انا ارد باسلوب قال 90 يبقى هو بيقول ان في 10% بيشرب ال 10% دي يعني ال 10% ده رقم كبير بص زي ما انت طلعت حرام وانت اصلا حرامي وزباله طالع تقول 90% يعني 10% اولا في كل اللعيبه في السن ده اللي بيحكمهم الالتزام الديني ودي حاجه بينه وما بين ربنا انا نفسي لما زعت ان اشرف بن شرقي كان بيشرب خمره في دبي طلعت اعتذرت ومسحت الفيديو وقلت يا جماعه انا اسف ودي حياه شخصيه ومن العيب عليا ان انا انشر حاجه زي كده كان
في فرح، كان في قعده خاصه، شرب لنفسه، سكر لنفسه، منك دعوه. ادينا الترجمه الحرفيه، يعني ادينا الترجمه الحرفيه، لان الازمه دلوقتي اللي في مصر معموله على ايه؟ معموله على ان 90% ده كذب. الراجل لم يقل 90% نهائيا، قال 99% وزاد عليها 1% مرفوض، لان المجتمع والجمهور في مصر يرفض ذلك. دون ابص وجبت لك ترجم لنا حرفيا يا احمد. خلينا اترجم لك المقطع اللي حضرتك يعني اللي انا سمعته معاك دلوقتي على الهواء. هو لما سئل على موضوع جهاز الكحوليات ده، هو قال لاعبي النادي الاهلي ما بيروحوش للاماكن الملاهي الليليه او الاماكن اللي فيها سهر ليلي. هو بيقول الاهلي نادي كبير، لو اللعيبه راحت الاماكن دي يعني هيبقى معظم الاهلاويه موجودين في كل حته. فبيقول ان الاهلاويه مش هيبقوا سعداء ان هم يشوفوا لاعبتهم في الاماكن دي. يعني هو بيتكلم ان جماهير النادي الاهلي في كل حته، فاي لاعب من النادي الاهلي هو معروف في كل حته، فاكيد مش هيبقى مبسوط انه بيروح مكان زي ده لانه هيتعرف. يعني هو قال بالنسبه لي مفيش حاجه بخصوص الحياه العامه او المشاكل الشخصيه الخاصه باللاعب. هنا احنا بنتحكم في الامور بشكل كبير جدا. في فريق السابق كان في جهاز للكشف عن الكحوليات كل يوم. ليه بقى اقف هنا؟ وهنا عايز يفسر عشان البهايم اللي ما بتفهمش اعلام. عايز يقول في فريق السابق سان داونز كان عندي مقياس، لان كان 90% بيشرب خمور. ده اسمه ايه؟ نوع من انواع انك تفهم انت اذا كنت دارس بلاغه. يعني انا الحياه العامه عندهم الله ينور عليك هذا الامر، ما فيش بقى ما لا يمنع ان لاعب الكوره يكون موجود في اماكن من مايله. ايوه مشكله خالص. يعني عايز اقول له على عكس عندنا في جنوب افريقيا، عندنا مقياس للخمور واللعيبة تروح تسهر عادي في مثل هذه الأماكن، مجتمعنا كده. هنا في مصر 99% ما بيشربوش ولا بيقعدوا في الأماكن دي، وما عنديش قياس مقياس إن أنا أقيس الكحوليات أو كذا في دم اللعيبة، لاني لست في حاجه ليه. لكن اضمن لك ان 99 بالظبط. ما هو بص قال لك ايه؟ قال لك انا معنى كلامه انا لست في حاجه ليه، لان المجتمع المصري او المجتمع اللي فيه لا يقبل وجود اللاعب في مثل هذه الاماكن. ده الفهم السلبي. هو بيقول انا مش في حاجه للجهاز لان انا اضمن لك، الراجل بيقول انا بضمن لك من غير حاجه. يعني هناك ما كانش يقدر يدي الضمانه دي، فعلشان كده كان بيبقى عنده جهاز بشكل يومي. بص انا عملت حلقه تاريخيه مع الكابتن محمد عباس والكابتن جمال عبد الحميد، وهكا الكابتن جمال عبد الحميد كانوا يروحوا يسهروا في كازينو الليل في شارع الهرم. في شارع الهرم، وكانوا يخلوا محمد عباس يطلع يغني عشان ما يدفعوش الحساب. فاكر طبعا الكابتن جمال ما قالش يشربوا ولا لا. وهنا موسيماني اتكلم عن الشرب واتكلم عن الذهاب لهذه الاماكن كازينو الليل. واضح ان لاعبي النادي الاهلي ما بيذهبوش لهذه الاماكن، والراجل قال لك انا مش بحاجه للجهاز ده اصلا، لان انا من غير حاجه بضمن لك ان 99.9% من اللعيبه اصلا كان ما بتشربش. ده المفهوم السليم، ودي الترجمه الحرفيه. شكرا يا ابو حميد. بشكرك يا استاذ عبد الناصر، وبشكرك على توضيح الامر ده، لانه شغل ناس كتير على السوشيال ميديا، عشان الناس بس اللي بتحاول دي حقيقة، الناس اللي بتحاول تشوه على الفاضي. اخدكم بص كمان اهو 8 ثواني اهم اللي فيهم ايه؟ 99%، 99% هي 8 ثواني. هذا اللي يعنيني، لان دي اللي هتكذب الكل. 8 ثواني. Drink or nobody drinks, but I can guarantee you 99% of my players don't drink. كمان قصناها لكم اهي تاني اهي. Don't drink or nobody drinks, but I can guarantee you 99% of my players don't drink. تالت اهو عشان اللي ما بيفهمش. Don't drink or nobody drinks, but I can guarantee you 99% of my players don't drink. لما يكون عندي 99% ما يشربوش خمور، احتاج الجهاز ليا، والواحد في المية ده المجتمع لا يقبل منه ذلك، وجمهور الاهلي هيلاقيه متلغم في الاماكن دي لو راح. طب ما هو ممكن واحد مريض تاني يقول لك ايه؟ طب هو جمهور الاهلي سكير بيقول لك لو راح هيلاقي جمهور الاهلي قاعد في الاماكن دي؟ ما كل زلنطه هيفسر زي ما هو عايز.
كل زلنطاح يفسر زي ما هو عايز، كل زلنطاح يفسر زي ما هو عايز. واللي كانوا بيسهروا عند هياتم زمان حياة شخصية، واللي كانوا بيناموا مش عارف عند مين تركبتن حمامة، والله لاجيبه لكم في حلقة تاريخية يحكي لكم. يلا عشان دي أمور شخصية وما ينفعش ما ينفعش نتكلم فيها. يا الله ماشي، حد بيحلفني بالله بيقول لي كنت عايز تقولي على موضوع القضية. ممكن أقول لك، استنى بس أجيب على حمام عشان وقتي خلص، والله العظيم وقتي خلص، أعدي 10 دقايق. تخيلوا ماشيين بمواعيد وانضباط. بيقول لك إيه، طبعا مش عارف حضراتكم شفتوا الحوار الزبالة، عشان في كلمة تاني مش عايز أقولها عشان حد يكون جنبي عياله ولا حاجة يقول له يعني إيه الكلمة اللي قالها قلت لعبد الناصر دي يا بابا، فبقى مش يعني أنتوا عارفين. يلا المهم قال لك إيه، ومش هسيب القضية ممكن. ماشي مش هتسيب القضية ممكن، أوكي مش هتسيب القضية ممكن. عارف بتفكرني بمين؟ أطفي يالا أطفي يالا اطفي يالا، انت يالا علاء. بقول له اطفي، راح قفل التليفون غبي. نفس العجينه والله لي الجنه. يا عم الحق والنبي يا عم، والنبي والنبي ما تفتحش الملف ده، دي حياة شخصية. فلان اتجوز فلانة وكان بيسهر عند علانة، ده حياة شخصية. ايه يا علاء؟ يا استاذ عبد الناصر معايا. انت في فرح ولا ايه يا علاء؟ لا لا مش في فرح ولا حاجة. ما انت قلت اخروني عبال ما اوصل البيت. لا علي صوتك شوية، صوتك لا انت انت بقيت بعيد عن اللي انت فيه ده. يا محمود ماشي دقيقة واحدة انا معاك اهو. انت يا جمهور ايه هو ده يا عم؟ يا زعب ناصر معاك اتفضل. ايه يا عم انت بتسكر في حتة ولا ايه؟ انت كلمتني والراجل بيصب الكشري. كشري؟ كشري ايه؟ ما انا كنت في وسط البلد فجوعت قلت ادخل اضرب طبق كشري كده لحد ما اروح. فلقيتك بترن عليا بقى وانا لسه بظبط الاكل وبتاع. طبيعي يعني هنعرف نتكلم ولا مش هنعرف؟ يا باشا انا قفلت لك المطعم، مشينا الزباين ومشينا الصناعيه وخلاص انا معاك اهو. خلاص يا عم قول اللي انت عايزه بقى، عشان لما بتكون في اماكن عامه ما بعرفك اتكلم معاك. لا لا مفيش مشكله انا معاك. كشري ايه بقى اللي انت فيه؟ ايه؟ كشري ايه اللي انت فيه؟ مؤمن وجحا. بتسكر كشري، بتسكر كشري ماشي. كتر الدقه بقى. لا ده انا مظبطها جامد قوي. وما تسكترش الشطه عشان البواسير. انت هتدي درس طبي ولا ايه؟ يعني الناس عايزه تفهم، يعني الكشري دلوقتي الساعه 10:30 تصبيره لغايه ما تروح؟ ايوه طبعا، ما انا واحد بروح الساعه 3 الصبح. يعني لا احنا عايزين نطمن عليك. المطاعم كلها قافله، كل المطاعم قافله، مفيش حد فاتح الا الراجل الطيب ده. يا حبيب قلبي احنا بنطمن عليك. يعني هل لا قدر الله ستكتفي بالكشري؟ لا سمح الله، بس بنطمن عليك. فكده انت طمنتنا ان الكشري لغايه ما تروح. ان الكشري ايه؟ لغايه ما تروح. احنا بنطمن عليك، خايفين لحسن يكون نيتك غير كده كنا هنزعل. لا 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 خلاص. لا لا الناس اللي يا جماعه، الناس اللي قالت الاستاذ علاء هيتعشى النهارده كشري تستغفر ربنا بقى. الراجل محدش يظن في علاء ظن السوء لو سمحت. اقول لك على حاجه. مراتي لما اتجوزتها كان اهلها بيتعشوا جبن وزبادي والكلام ده. انا لو منك عليا النعمه ما كنت اتجوزتها ابدا.
قلت لها بص يا مدام ناهد، انا الجو ده ولا ياكل معايا، انا راجل صعيدي لازم اكل كده وانبسط قبل ما انام. سيبك من الجبن والزبادي والاونطه دي، ولا انا عايز طبيخ كده واقعد اكل. قالت لي حد بيتعشى؟ قلت لها احنا بنتعشى كده، انا لازم اكل وانبسط قبل ما انام. لا لا بس انا بس يا جماعه يا جماعه لو سمحتوا بلاش تستعجلوا في الحكم على الامور، واللي قال كلمه مكروهه يستغفر ربنا ان بعض الظن اسمه، علشان الناس اللي قالت علاء النهارده بيتعشى كشري تستغفر ربنا وتقوم تتوضى وتصلي ركعتين استغفار. لا يقولوا علاء بياخد تصبيره كشري. ايوه برافو عليك، لو سمحت لو سمحت اي حد قال علاء بيتعشى كشري بعد ما يستغفر ربنا يكتب لنا انا اسف، علاء بيصبر نفسه لغايه ما يروح يتعشى. لو سمحت كده مقبوله. ايوه وبلاك ندخل في الحاجات اللي ملناش فيها، يعني لا تسألوا عن أشياء أنتم دنكم تسئكم. يا عم الجمهور من حقه يسأل. لا كمان الجمهور بيطمن على معدتي يا بيل. لا يا بيل، الجمهور ليه حدود، إن الناس تصل إلى حد اتهامك إنك هتتعشى كشري. لا ده لا ده كده بيحطوني في خانة وحشة قوي وحشة قوي، دي إساءة لسمعتك وتطاول من الجماهير. كده الجماهير ما بيقدروش معدتي. لا خالص. لا تطاول من الجماهير. ايوه يا جماعه كل واحد يعرف حدوده لو سمحتوا. انا شخصيا اول واحد بتاسف، لان انا اول واحد ظنيت انه هيتعشى كشري. لا طيب ودي حاجه على السريع كده بس قبل ما اروح. طيب ودي حاجه. الحاجه الثانيه لما تروح بقى بعد التصبيرة الكشري اللي هتلاقيه هتاكله، ولا في حاجه مخصوص معاك؟ انت عارف ان انا دابح بقى على ايه؟ انت في احنا نهزر ولا ايه؟ ده انا لهم عريان اضرب لهم الليل اكسر لهم اللوند والنجف واخليها لهم خل. صح، وخلي بالك انت لسه اللحمه اللي جايه لك من البلد. ولسه اللحمه على راك اللي جاي البلد. لا ده انا قاعد لهم، ده انت ما تعرفيش. انت مرحبيني. وخلي بالك هياخد مننا السنه دي لحمتين، السنه دي والسنه اللي فاتت. اول مره اشوف واحد بياخد لحمه بقصر رجعي. ما احنا السنه اللي فاتت اتفضحنا، فعايزين نكفر عن سيئاتنا. لسه ما انت مش عايز نحكي، كل ما اجي احكي ما لا ما انا قلت لك خلاص ما تحكيش، واعدك ان انا اعدي لك حقك بتاع السنتين مع بعض. اول مره في التاريخ واحد ياخد لحمه بقصر راجع يقول لك انا ادي لك يا عم حقك ارحمنا. انا قلت الوليد تاخد علاء تفتح التلاجه ياخد منها اللي هو عايزه والباقي يفرقوا على الفقراء. مشكلة لعلاء ياخد حق الفقراء كمان. لا مش مشكلة، هنستغفر ربنا براحتنا. ماشي. اتفضل يا عم قول اللي عندك يا عم. طبعا في حدث مهم جدا بعد ساعات، مواجهة منتخب الأولمبي أمام الأرجنتين. طبعا ده حدث مهم جدا، ونتمنى التوفيق طبعا لمنتخب الأولمبي. النهارده خد تدريبه الأخير قبل المباراة. كابتن شوقي غريب ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، حذرهم من صحوة الأرجنتين، لأن الأرجنتين في مواجهتها الأولى تعرضت للخسارة أمام استراليا بهدفين دون رد، وطبعا لو تعرضت للخسارة أمام مصر هتبقى ودعت الأولمبيات. فطبعا بالتأكيد هيكون عندها حافز وإصرار إن هي تصالح جماهيرها وتحسن من مستواها وتحسن من صورتها. فكابتن شوقي غريب حذرهم من الموضوع ده، بس أنا شايف إن في ثقة لدى لعيبة المنتخب الأولمبي، وشايف إن هم إن شاء الله بإذن الله بعد ساعات هيفرحونا وهيقدموا مستوى فني جيد، زي ما قدموا مستوى فني من وجهة نظري رضاني جدا ومستوى جيد جدا أمام قوة كبيرة في أوروبا المنتخب الأسباني. التشكيل المتوقع اللي هيفوت بيه كابتن شوقي غريب المباراة مش هيختلف عن تشكيل المباراة الماضية، هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أسامة جلال، أحمد أبو الدفاع، إمام عاشور، أكرم توفيق، كريم العراقي، طاهر محمد طاهر في خط النص، ورمضان صبحي، وقدامه أحمد ياسر ريان. ده التشكيل برضو اللي هيعتمد عليه الكابتن شوقي غريب زي ما اعتمد على التشكيل اللي فات في المباراة الماضية أمام
فريق اسبانيا. بس هو احتمال يبدا بابراهيم عادل، دودي الاهلاويه بتقول لك ممكن يبدا بابراهيم عادل. مش اعتقدش انه هيجازف بصوره كبيره كده. ابراهيم عادل طبعا لعيب مهم جدا ولعيب جيد، ولما نزل حتى في مباراه اسبانيا قدم مستوى فني كبير جدا وقدم مستوى فني جيد، لكن ما اعتقدش انها هتبقى مجازفه من البدايه كده بابراهيم عادل، لان برضه الكابتن شوقي برضه من نوع الحذر واللي بيحترم المنافس، اعتقد ممكن يدفع بيه في الشوط الثاني. طيب اعتقد ممكن يدفع بيه في الشوط الثاني. طيب ما دام اتكلمنا على الاولمبياد، نتمنى التوفيق لمنتخبنا امام الارجنتين بعد ساعات. لازم برضه نهنئ منتخب مصر الكرة اليد وفوزه 37-31 على البرتغال في ظل نتائج زي الزفت للبعثة المصرية وفضايح في كل اللعبات. طبعا بنهني منتخب اليد اللي احنا برضو عندنا طموح فيه وعندنا امل كبير فيه انه يحقق لنا ميدالية. النهارده طبعا بعد ما تعادل في الشوط الاولاني انتفض في الشوط الثاني وتفوق 37-31. طبعا فريدة عثمان السباحة خذلتنا، بس فريدة عثمان انا قابلتها في نادي الجزيرة حسيت كده ان الغرور صابها بصورة كبيرة قوي بعد بطولة العالم. يعني اتكلمت معاها لقيت عندها نسبة غرور عالية قوي، عندها نسبة غرور عالية يا بيه. احنا بص المركز الاخير اللي خدته ده ناتج من غرورها بصورة كبيرة قوي 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 قوي، كمان احنا هنا ضخمنا فيها قوي قوي بصورة كبيرة قوي، ضخمنا فيها قوي، ولما ضخمنا هي تسرب لها الغرور وعاشت الدور بطريقة رهيبة رهيبة رهيبة. فاعتقد المركز الاخير اللي خدته النهاردة ده اتمنى ان هو يفوقها وانها تفوق لنفسها وتراجع نفسها وتعمل حاجة في سباق الخمسين متر اللي هتخوضه خلال الساعات المقبلة، لان برضو لو خدت مركز اخير تاني يبقى بقى يعني شكلها كده يبقى وحش قوي يعني. كمان البت دي بت حلمي دي اللي فضحتنا في البنج بونج دي، ولا اسمها لعبة المضرب؟ لا دي ما تابعتهاش الصراحة، دي بقى كانت من كام ساعة كده قريب. لا ايوه يا بيمن النهاردة كنت بتابع. خلي بالك دي ابوها رئيس اتحاد تنس الطاولة، واخد بالك؟ ودي بتلعب إتاوة عشان ابوها بتروح كل بطولات العالم تطلع اخيرة في الاولمبياد فطحنا على طول، وابوها مصمم يخليها تمثل مصر هي واختها غصب عن عين اي حد. ميار الشريلة وميار الشريف في التنس الارضي، والبنت اسمها ايه حلمي دي حد يقول لنا. احنا في التنس الارضي ما لناش فيه يعني، عشان نبقى عارفين حجمنا. احنا في التنس الارضي عمرنا لا كان عندنا لعيب تنس كبير، ولا احنا هنا في التنس الارضي رغم ان في مصريين كتير جدا بيتابعوا اللعبه دي وبيحبوها من ايام شرابوفا، لكن احنا ما لناش فيها يعني، لان ان انت تصنع لعيب في التنس الارضي ده موضوع كبير قوي، محتاج لا لا انا بتكلم على بتنس الطاوله. ابوها رئيس الاتحاد مش عارف اسمها يا حلمي. تنس الطاوله ماشي، تنس الطاوله ماشي. طبعا احنا كان عندنا ابطال على طول، وكان يعني ابطال في القاره مش ابطال في الاولمبيات عشان الناس تفهمني صح، كان عندنا ابطال في القاره وكنا متطورين جدا في تنس الطاوله. واتذكر فتره علاء مشرف رئيس الاتحاد كنا دايما بنحقق ميداليات على مستوى القاره والبحر الابيض المتوسط. ما هي يا عم بت علاء مشرف، ما علاء مشرف رئيس الاتحاد وفضايح بالسدس. لما ليه اللي جراله يعني؟ ما اعرفش ده. تبص عياله بقى اللعبه ولا تبص قبل ما نسيب الاولمبيات، اكل الناس طلبت ان احنا نتكلم عن الاولمبيات. بص يا بيه، شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، الوضع حتى الان مستقر ولا يوجد اي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الاول من الاولمبيات، ونركز على النصف الثاني. اتفضل يا عم دينا مشرف، الله ينور عليك. في نقطه، في العاب الجزء الثاني احنا لينا فيها باع زي المصارعه زي الملاكمه زي رفع الاثقال، نتمنى ذلك. يكون هو عامل حسابه على الحاجات دي يعني، نتمنى ذلك نتمنى ذلك. ممكن يكون عامل حساب، بس هو المهندس شريف العريان من الناس القديره والمحترمه الواحد بيقدرها يعني، هي حتى ممكن يكون عامل حسابه على الموضوع ده في الدور الثاني يعني، الجزء الثاني من الاولمبياد. حتى الان نتائجنا فضايح وربنا يستر علينا في الجزء الثاني، وامنا في منتخب شوقي غريب ومنتخب اليد. اني حتى أنا بس اخر حاجه قبل ما نختم ملف الاولمبياد ده، يا ريت الكابتن ياسر ادريس زي ما دافع عن فريده عثمان يدافع عن اي لاعب او اي لاعبه لا يحالفها التوفيق الفتره الجايه في السباحه. ما تبقاش بس فريده عثمان اللي دافع عنها عشان ما تزيدش غرور اكتر من اللي هي فيه
يعني يتعامل مع كل اللعيبة وكل الولاد اللي داخلين المنافسات بنفس المستوى، سواء الولاد أو الفتيات يعني بنفس المستوى. لأن النهاردة اتحاد السلة منزل بيان وهو كاتب على الفيسبوك وكذا حد وحملة يعني، وإحنا عملنا لها حاجة، وإحنا عملنا لها حاجة. يا ريت تدافع عن كل لعيبة الاتحاد بتاعتك بالصورة دي، ما تميزهاش على حد، عشان أنت لما ميزتها هي اتنفخت قوي، نفخت زيادة عن اللازم يعني. طيب نخش قدامك خمس دقايق في أخبار الزمالك عشان عندنا مواعيد. طيب الزمالك استقر على رحيل حميد أحداد، خلاص الراجل كابترون يعني مش خلاص بعده خالص، ما بقاش مقتنع بيه قوي. وحميد أحداد بدأ يكلم أندية في المغرب زي شباب المحمودية، ده نادي هناك من الأندية الغنية، لسه صاعد حديثا بس غني، بدأ يفتح معهم اتصالات إن هو ينتقل ليهم يعني. وأعتقد المرة دي بقى مش هيكون إعارة زي المرة اللي فاتت لما عروض سنة اللي فاتت للرجاء، لا هيكون بيع نهائي، هيكون بيع. شيكابالا وحازم إمام أدوا تدريبات في الجيم، زي ما قلنا شيكابالا مصاب وحازم إمام عنده حالة إجهاد، فالراجل حب يريحهم التدريبات الجماعية. في بقى لعيب كنا اتكلمنا عليه وجبنا سيرته كتير، اسمه كريم العريبي، ده بيلعب في نادي نيم الفرنسي، وقلنا الزمالك اتكلم مع وكيل اعماله وقرب انه يخلص معاه، واللاعب ده مهاجم. النهارده عرفت ليه الزمالك وقف عن الصفقه وما كملهاش، اللاعب بلغ الزمالك ان هو فري، فالزمالك اتشجع انه يتعاقد معاه، قال لك لعيب بيلعب في نيم الفرنسي، نادي درجه تانية، بس اللعيب قدم مستوى جيد ولعب ماتشات كتيره ومستواه كويس، هو جزائري الجنسيه، كريم العريبي ده جزائري الجنسيه، فالزمالك اتشجع ان هو يتعاقد معاه. لكن في الاخر الزمالك لما جه ياخد خطوات التعاقد وان التعاقد، اكتشف ان اللاعب مرتبط بعقد لموسم 2024، وان النادي الفرنسي طلباته الماليه غاليه جدا عشان يتنازل عنه، فطبعا حس كده ان وكيل اللاعب خدعه واداله معلومات مضلله، وان اللاعب مش فري يعني. الزمالك كان خلاص هيحتم التعاقد معاه، لكن في الاخر لقى النادي الفرنسي بيقول له لا ده انا عايز فلوس، تعالى انا عايز اكتر من 2.5 مليون يورو. فطبعا الزمالك قال لك لا وقف خلاص، اللعيب ما يلزمنيش، انا كان عندي معلومات ان هو نهي عقده او ان هو هينهي ارتباطه بنادي نيم بالترابي وانه يجي لي فري، لكن لقى النادي بتاعه اصلا طالب 2.5 مليون يورو في رحيله، فطبعا الزمالك انسحب من الصفقه، وكده ملف كريم العريبي ده اتقفل خالص. الزمالك طبعا احنا كنا اتكلمنا امبارح في محمد صبحي حادث الفريق المعار لنادي الاتحاد واللي جاي له عروض كتيره من عدد من الانديه، الزمالك النهارده حسم الموقف وقال لك ما عنديش نيه ولا رغبه في التنازل عن محمد صبحي عن طريق البيع النهائي، ممكن اجدد اعارته موسم لو الجهاز الفني طلب. الجهاز الفني ما طلبش، ممكن اللاعب يرجع للفرقه ويرحل حارس اخر من حراس الفريق الثلاثه اللي هم عواد او جنش او ابو جبل. الزمالك خاطب اتحاد الكره النهارده النقل للمباراه للاستاد اسكندريه، مباراه المحله طبعا، مباراه المحله هتقام يوم 3 اغسطس في الدوري العام مكانها القاهره، الزمالك عايز ينقلها اسكندريه لانه عنده مباراه يوم 6 امام الاتحاد السكندري في اسكندريه، فمش عايز يسافر ويجي ويروح عشان ما يتعرضش للايجاد، لكن حتى هذه اللحظه المحله ما وافقش. فاتحاد الكره مش هيوافق للزمالك الا لما المحله يوافق، لان لازم الفريق الضيف يوافق على نقل المباراه. الفريق صاحب الارض لما يجي للمباراه لازم الفريق الضيف يوافق، اللائحه بتقول كده. المحل حتى الان ما اعلنش موقفه من الموضوع ده، فطبعا الزمالك بعد جواب اتحاد الكره، اتحاد الكره هيقول له هات لي رد المحل. الزمالك هيلعب طبعا يوم 26 مع منتخب فريق الدرجه الثانيه، هيلعب على الملعب بتاع الفندق اللي هو نازل فيه في برج العرب. اما مباراته الثانيه امام ابها السعودي ودي هتقام يوم 29، طبعا مباراتين وديتين استعدادا للقاء المحله، مباراه يوم 29 امام ابها السعودي هتقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. النادي المصري البورسعيدي فتح خط مفاوضات مع محمد عبد السلام مدافع المنتخب، مدافع الزمالك ومدافع المنتخب الاولمبي اللي موجود دلوقتي في طوكيو، فتح خط مع الزمالك انه يحصل على خدمه اللاعب على سبيل الاعاره. انا من وجهه نظري محمد عبد السلام مدافع قوي جدا، مدافع مميز جدا، لو خد فرصه هينجح على لعيبه كثيره جدا مدافعين موجودين في الزمالك، لكن ما حدش عارف كارترول ليه مطلعه بره حساباته، رغم ان هو لاعب يتمتع بقوه بدنيه لياقه عاليه طول بيجيد العاب الهوا. ما تفهمش كارترون ده واخد الموقف من اللاعب، رغم ان اللاعب جيد واللاعب ما بيشاركش مع الزمالك، لكن الكابتن شوقي غريب اصر على ضمه لانه قال لك ساعتها حتى لما جه يتكلم في القايمه قال لك محمد عبد السلام انا اتعاملت معاه وعارف امكانياته وعارف قدراته كويس،
نتمنى ان الجهاز الفني للزمالك يشوف محمد عبد السلام كويس، لان بالتاكيد محمد عبد السلام جيد لانه محافظ على مركزه في منتخب الاولمبي رغم انه ما بيشاركش، رغم ان في لعيبه كتير قوي بتجيد وبتلعب، لكن هو لعيب عنده امكانيات. المهم المصري عنده رغبه انه يحصل على خدمات اللاعب. الزمالك قال له بعد الاولمبيات ممكن ارد عليك بشان محمد عبد السلام. النهارده رئيس اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك زار الفريق المعسكر اسكندريه، وطبعا اتكلم معاهم ان فاضل 7 مباريات بس على نهايه الدوري، والزمالك متصدر المسابقه متساوي مع النادي الاهلي لما يفوز في بقيه مؤجلاته، فطالبهم طبعا بالفوز في 7 مباريات علشان يحسموا المسابقه لصالحهم. وطبعا اي تعثر في 7 مباريات هيبقى لصالح النادي الاهلي، زي ما اي تعثر للنادي الاهلي هيكون في صالح اي تعثر للزمالك هيكون لصالح الاهلي، واي تعثر للاهلي هيكون في صالح الزمالك. فطبعا كلموا المنافسه قويه وان ال7 مباريات اللي جايين دول ما يتحملوش اي تهاون او اي خساره نقاط، لان طبعا في الطرف الاخر النادي الاهلي المنافس التقليدي برضه عنده نفس الاسباب اللي هو مش هيفرط في اي نقطه، مش هيسمح طبعا بالتهاون. فاعتقد ال7 مباريات المقبله للزمالك والاهلي من وجهه نظري هيكونوا ضرب نار، نهائيات مش مباريات كؤوس، نهائيات. كل فرقه هتنزل هتدور على ال3 بونت من خرم ابره، هتقاتل جوه الملعب، وطبعا ده في الاخر هيكون مفيد للمنافسه ومتعه لمشاهدين الكره المصريه كلهم، ومفيد طبعا لمسابقه الدوري. ده كان اخر خبر معانا النهارده في نادي الزمالك. عبد الله شكرا جزيلا يا علاء. الله يخليك، شكرا يا عبد الله، تحياتي لحضرتك. يلا يلا يا معلم، تعالى نحاسب يا عم. بص يا بيه، ايه ده؟ لحظه يا جماعه، التليفون هنك ولا ايه؟ انا مش بتصل بحد. السلام عليكم. الو الو يا احمد. ايوه احمد، ازيك؟ الله يخليك ابو حميد، احنا على الهوا يا ابو حميد معاك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عبد الله. كل سنه وانت طيب وحضرتك بألف صحة وسلامة. خلي بالك التليفون هنك، جابك والقوة من القلب للقلب، والله وحشني يا حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب وكل متابعينك ومشاهدينك اللي بيسمعونا دلوقتي بألف خير وسلامة يا حبيبي، وسلم لنا على كل الناس عندك في بورسعيد. يوصل يا حبيبي، ودايما ناجح وبكيد الأعادي، ودعم الحرقان، وسلم لنا على الحجة. يوصل وسلم لنا على الحاج ابو حميد، ربنا يخليك لي يا رب. طيب عندي بس حاجه مهمه يا جماعه قبل ما اقفل معاكم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي يتصدر المواقع الرسميه لانديه العالم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي يتصدر المواقع الرسميه لأندية العالم. أنا بجيب لكم دلوقتي الـ 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 الإحصائية دي، يمكن لسه من ساعات. الموقع الرسمي أو القناة الرسمية على اليوتيوب تتصدر كل أندية العالم. أهي بعتها لي الدكتور أحمد عادل صديقنا العزيز، 16,300,000. الأهلي بعديه برشلونة 13,000,000، بعديه فلامينكو 10,700,000، بعديه جالاتا سراي 9,800,000، بعديه تشيلسي 8,900,000. الأهلي يتصدر أهو، أدي يا جماعة أهي، الأهلي يتصدر أندية العالم أهو أهو. طبعا دي رساله البليه الدلدول اللي بيقول لك انا اعلى مشاهده، طبعا اللي بيتفرج عليه ان كان قرايبه ولا نسايبه ولا اي حد يعني ملوش لازمه يعني، بس دي رساله اهو. ده اليوتيوب، اليوتيوب في بيان رسمي اهو، اليوتيوب في بيان رسمي، الاهلي الاول في العالم اهو. ولا الحوار اللي عمله مع مراته حاجه تقرف، الله يخرب بيتك راجل مقرف اهو. الاهلي 16,300,000، بعديه برشلونه 13,800,000 اهو، هذا اهو شايف، يقول لك قال مشاهداتي ضعف الاهلي ومش عارف اهو. قال يوتيوب، ولا كان اليوتيوب ده سكر ضمن في ولا بالباطل
ولا حكام حرام؟ اهو 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 اهو. اما فيما يخص القضية ممكن، فطبعا بعد الضربة القاضية دي ان قناة الاهلي الاول في العالم على اليوتيوب، عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا جدا. بيقول لك سأظل متمسك بالقضية ممكن، فاعذروني يعني إذا كنت بشبه تشبيه مش كويس يعني، اعذروني يعني، واللي جنبي عيل يدخله الأوضة. شفت أنت يعني، لا مؤاخذة أنا آسف، لما حد يعني مش عارف أقولها إزاي والله، أقولها إزاي أقولها إزاي أقولها إزاي، استغفر الله العظيم يا رب، اقولها ازاي اقولها ازاي اقولها ازاي، استنى اقولها برضه، بحاول يعني بص، انت في هدف اسمه القضية ممكن جا فيك اخرك 30 سنة وخلى منافسك في حتة تانية 30 سنة لقدام، يعني انت الهدف ده نقل المنافس، فانت قاعد تقول القضية ممكن وبعد كده تطلع في حوار سخيف مع مراتك وعبيط زيك وهبل، وتقول ايه سأظل اقول القضية ممكن، وبارد برود السنين حاجة وسخة. ففكرني بيه واحد خد واحد في الخرابة، فكل ما يقابله يا انكل انا اللي خدتني ورا الخرابة، انا اللي كنت معاك في الخرابة، يا ابني يا ابني خلاص يا ابني ارحمنا بقى، انت رخم حاجة يا ابني، في ايه الناس بتنسى، الناس بتنسى يا هبل. هو في ستات محترمات يا استاذ سالم، هو انت ليه فهمت الخرابة غلط يعني؟ خدوا ضربوا، هو انت ليه بتفهمني غلط يعني يا استاذ سالم؟ لا اله الا الله، انت اللي عايز تفهم كده بقى يا عم سالم. خد واحد، خد واحد ضربه اداله علقة موت في الخرابة، اهو اهو، خدت واحد اديته علقة موت في الخرابة. حاجة غريبة دي يا عم سالم، الافية تحكم حقك عليا، ليه انت فهمتني غلط يعني؟ ليه انت دخلتني في حتة ستات واطفال؟ انا خدت واحد في خرابة اديته علقة موت، فكل ما يشوفك يا انكل يا انكل انا اللي خدتني تحت الخرابة وضربتني. طب اعمل ايه؟ طب يا عم سالم اقول ايه تاني؟ انا قاعد افكر 70 ساعة كان اقولها خرابة، يعني حضرتك تفسيرك ايه؟ واحد اهبل يقول لك انا متمسك بالقضية ممكن، طب لما متمسك يا عبيط بالقضية ممكن يعني ليه كده يا سالم؟ ليه يا سالم سوء النية ده يا سالم؟ لا حول ولا قوة، أنا كده يا سالم؟ أنا كده؟ أستغفر الله العظيم يا رب، أستغفر الله العظيم يا رب. شفت فيلم ضد الحكومة؟ لما قال له ممكن أفتح لك الشنطة؟ الله يرحمك يا أحمد يا زكي، قال له اتفضل، قال له ده شبشب ودي الفلوس بتاعت أتعاب القضية اللي أنا كنت فيها، ودي جلبية لزوم البيات، ودي حتة حشيش مالناش دعوة بيها. ليه ظالمين الخرابة يا سالم؟ الخرابة ليه الناس ظلمة الخرابة؟ ليه الظلم يعني؟ ليه احنا مصريين كل علاقتنا بالخرابة ان بيتعمل فيها حاجات وحشة؟ ما الخرابة دي ممكن الناس بترمي فيها زبالة، والخرابة دي فيها ناس بتضرب، يعني ليه يا سالم كده يا سالم؟ ليه سالم كده يا سالم؟ يعني هو عيل ابن استغفر الله العظيم ويستاهل، عيل يعني ينعل ابو امه تقله دم امه ويستاهل يا عم، يعني هي متركبة والله يا سالم كده يعني، انت حضرتك يا سالم. سالم بيقول لك ارحمني يا سالم، يا سالم عايزك تفهمني صح يا سالم، يا سالم انت اسأت النية فيا، انت مش هتنيمني الليل يا سالم، يا سالم انت كده مش هتنيمني الليل، انا ما اقول على الراجل حاجة غلط ليه؟
طبل امشي يا خرابه عشان سالم، امشي يا خرابه. خدت واحد ورا مصنع الكراسي، يمشي معاك مصنع الكراسي ولا برضه غلط؟ قول لي اهو، يمشي معاك مصنع الكراسي؟ ماشي يا عم سالم. خدت البليه الدلدول ورا مصنع الكراسي، هريته ضرب. انت عايز تعمل حاجه تانيه غير الضرب؟ انا ماليش دعوه بيك. هريته ضرب، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، ويجي كل ما يشوفنا مثلا او يقول لك ايه، يا انكل يا انكل انا اللي خدتني ورا مصنع الكراسي. تمام كده يا عم سالم؟ اهو اهو مصنع الكراسي احسن. مبسوط يا عم عادل؟ اهو ادي ده يقول لك انا متمسك بالقضيه ممكن. فده من وجهه نظري يتساوى باللي متخذ في الخرابه. لا راضي يبطل يفضح نفسه ولا راضي يستر نفسه. طب تعمل له ايه؟ تعمل له ايه؟ راجل مهزق وعايز يتهزق، راجل مهزق وعايز يتهزق. هي دي بس اللي عين، عشان بس ما حدش يقول لك ايه شغال بقى. هي القضيه زي كده، ما لهاش تفسير عندي غير كده. والمثل الثاني القبيح ما نقدرش نقوله، لان ده مش هنعرف نخلع من سالم فيه. لو قلناه سالم هيبهدلنا، وانتوا عارفينه، وتخلي اللي فيها فيك بس كده. ايوه بص. سالم ليه ساعة بيديني درس في الفضيلة، وفي الآخر يقول لي طب مشيها خالد خرابات. حلوة يا سالم، والله العظيم حلوة، أقسم بالله حلوة، والله العظيم حلوة. بلية الدلدول. والله تصدق فيها جامد جدا. طب ما تقول يا سالم يعني انت ليك في الاباحة اهو، يعني يا سالم يعني تعبتنا. كمان احنا بنضحك عشان ما حدش يبعت لي رسائل تاني يقول لي مش عارف ايه وايه. والله العظيم يا ياسر حلوة حلوة. هما بصوا قاعدين اهو يقولوا لي كفايه كده ارحمنا، الناس عايزه تقطع اللايف. دقائق وعلى العرض الاول للحلقه هيكون على الاعلامي عبد الناصر، على عبد الناصر زيدان على اليوتيوب. ارجوكم اللي مش مشترك على قناه كره بلدنا ارجوكم يشترك لو سمحتوا، وانشروا القناه على قد ما تقدروا، وصفحه كره بلدنا على الفيس لو سمحتوا، لان احنا موجودين على كره بلدنا بعد المغرب يوميا على قناة كرة بلدنا على اليوتيوب وصفحة كرة بلدنا على الفيس، إلا الأيام اللي فيها ماتشات بنطلع بعد الماتشات. فلو تكرمتوا الأحد إن شاء الله بإذن الله عقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي معكم على قناة كرة بلدنا على اليوتيوب وصفحة كرة بلدنا على الفيسبوك. بعد ما ينتهي الحلقة مباشرة دلوقتي وأقول لكم سلام عليكم عشان المغتربين والسهيرة، العرض الأول للحلقة على قناة الإعلامي، على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، وعلى صفحاتنا كلها على الفيسبوك، الإعلامي عبد الناصر زيدان والإعلامي عبد الناصر زيدان 2. الأستاذ عمرو بيسأل على المشكلة اللي حصلت في الزمالك، تابع العرض الأول بعد دقائق على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب وصفحة عبد الناصر زيدان على الفيسبوك والإعلامي عبد الناصر زيدان 2، واسمع من الأول كل التفاصيل. سعدت بكم يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله ألتقيكم في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة سالم.